من الاستماع، انتم دائما في الاستماع، انتم دائما في الاستماع. شي حاجه دوخاتك الله يعلم. الهضره اللي كنتو كتقولوا دابا بنيت شوف قريضا قريضا كثروا عليا الارقام هاد لي سالير ديال المدربين. واخا ما بقاش هذاك الشيء في بريمير ديفيزيون، داك الشيء ديال 40 45 ما بقاش. هاد العام راه نزل شي شويه. ايوا وليتي كتسمع 10 15 كاين 8 كاين 6 كاين فابور. ايوا كاين تعاون معانا، تعاون معانا انت ولد الفرقه. انتم دائما في الاستماع لبرنامج البطوله على شدا اف ام. ماذا حدث يوم امس؟ البارسا والبي اس جي. كل هادو جوج ماتشات كل واحد وبدا ليا بالاولاني عنده واحد يمكن لو ديتور ولا شي حاجه اللي وقعت لي هي اللي بحال دابا الى سبقنا الماتش ديال البارسا والبي اس جي وبارسا. تقعدوا له واحد الحاجه في خردي سمحتي لي، هذاك الشيء اللي وقع البارح كان عكس التوقعات. لا بالعكس، كان عكس التوقعات، ماشي عكس التوقعات ديال برشلونه والبي اس جي، هو اللي خليناه على انه كيتلعب على واحد الشيء كما قالت ايمان. قالت جزئيات، قلت انا لا هذه قضيه مدربين، ولكن لا موتيفاسيون كانت اكثر من خرجت. لا خرجت حاجه اخرى، خرجت حاجه. شوف انا غادي نتشبت بداك الشيء اللي شفت انايا واللي قالوه حتى لي سبيكر لقيت اللي تطرد اللعاب ديال بارسا. قال لك بيتيتر سي سلو ديتورنون دو ماتش. فوالا في الدقيقة 29. علاش؟ لأنه أنت كتلعب مع دي زاتاكون رابي. أنا قلت لك تكنيكمون كاينة لا غوسومبلونس، يعني كاين تشابه ما بين هاد الفراقي بجوج. هذاك الطرد كان عنده تأثير، وتأثير كبير. إجاك بعد الطرد؟ فيه وما فيهش. أنا حاجة واحدة اللي غنهضر عليها، أنا ما كان لا برشلونة ولا باري ولا الأربيت ديال البارحة منير شوية كان خارج على هذا. واش شتي زافي كيفاش مشى ليه؟ بغا واش خارج ولا داخل بزاف؟ لا داير شي حوايج. لا لا كان شويه يعني ما كي انا حتى البينالتي ما طوش شاطر ولا لا ديال ديمبيلي، راه الوقيته اللي غيدير هذاك لانترفونسيون كانت سور البالون، عاد رجل طاحت فوق لاحتيها، ولكن هو ما بغى يرجع لهم حتى شي. راه هذيك اللي غادي تسطي كل شيء. ثم ملي بدا كيضحك ديمبيلي راه واحد المنظر غريب، بحال كنقول لك انا وقعتك في الفخ، كيسلموا عليه وكيضحك بالعين. صيدته ما 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 فين هي انت طحتي وشديتي فراشوي في. انا عجبني في الكارتون روج ديال تشافي. لا مشى عنده ما قالش ليه زعما كاين نورمالمون. كنت شفت فان الماتش كيفاش مشى بغى يهضر معاه. نورمالمون كاين انذار، كنعطيك واحد الشفوي ولا تنقول لك. انا كنقول لك الاربيت ديال البارح واخا انا ما سميتو كان شويه ما عرفت جو سي با، الناس اللي مهتمين بهذا الشان ولا الناس اللي كيعرفوا التحكيم يقدروا يقولوا لنا شكاين. على اين البارسا عانات من بعد الطرد ديال اللاعب ديال الدفاع، عانات بزاف، ضيعوا واحد الوقيته البارسا، ولكن ما كاينش داك الشيء ماشي كثير. 10 لعابه 10 ديال اللعابه قدروا يوصلوا. هادو هما اللي طايح في خر الدين وضيعوا. ما لا شكون اللي كان كيقول هذيك كارتو روج اللي خرجت على كل شيء؟ لان واحد الزيرو رابحين. خرج لامين يامال احسن لاعب اللي غادي يقدر يدير لا ديفيرونس. ما عندك ما ديري، سي كوم سا، هذا هو الفوتبول. غادي نخرج انا اتاكون باش ندخل ان ديفونسور باش ما اونكيسيش، ولكن سا نونبيش با لاعب مع الفرقه اللي كتمشي للبوطو كدير لا شونس لعبات البارح. انا نسولك تكنيكمون الله يرحم باك، دابا غنسول فخر الدين المدرب. كل مدرب عنده واحد واحد لو شيما تاكتيك يلعب. الفلسفه ديالو ديال لا ماشي الفلسفه، شيما تاكتيك شيما تاكتيك شيما تاكتيك واسلوب اللعب 4 4 2 3 جوقا جوج، داكشي اللي كتعرف في الخطط. واش كاين شي خطط اللي كتاثر بالطرد؟ حيت كاين شي خطط اللي بالطرد كتقدر لا، ولكن مضلي. الا بغيتي دير انا نعطيك واحد اكزومبل. واش نقدروا نقولوا لاسيد ميلان ولا روما ولا هذا في الشكل اللي كيلعبوا به الطاليان ب 10 لعابه كيقدروا يجيروا الماتش؟ اييه يعني ما كياثرش عليهم الطرد. علاش؟ لانهم اصلا كيلعبوا ديفونسي، الشغل الشاغل ديالهم هو الدفاع مع واحد وسط الميدان اللي كيكون قوي. لا طاكتي خلوها هي كي قلتي انت، ما كيتاثروش بناقص واحد. دابا البارسا غتاثر منير. علاش؟ لان اللعب ديالها كله كيدور محوري، كيبقى كتشوفوا هما ما عندهمش لو بوست. كل واحد فينا كيقدر هذاك اللاعب اللي شتي انت تطرد كتلقاه شحال مره في لاطاك، يقدر يماركي، يقدر يطلع يضرب في لي كورنير. سكي فيهم الطرد، انا كنقول كان عنده تاثير كبير على هذا. وحتى باريس سان جيرمان سبحان الله العظيم كتلعب مع واحد لا شونس غريبه جدا. كل سيمانات يكون حتى في البطوله منير ما كاينش الاستقرار، ما عندكش استقرار، وهذا راجع لباش بالضبط. ثم الطرد ديال تشافي لعب هو دور مهم بديك الطريقه، وكيفاش ضرب ذاك سميتو ما عمرها ما وقعت في في
في البارسا كيدوز الانرجي خايبه للعابه. ها انت هضرتي، انا ملي كنشوفك ملي كنشوف مدرب ديالي وخرج بحمراء ما بقاش دابا الجو صافي ما بقاش تما. انا عرفت بانه باريس سان جيرمان تقدر تربح حتى بالسته وبالسبعه يعني اي طلعه كانت تقدر تماركي فيها. واللي زوين بزاف هو لويس انريكي اللي دار ريمونتادا في 2017 وقصى وقصى باريس دابا لو روتور هو قصى غير هو بدوك اللعابه اللي كنت كتوفر دوك اللعابه اللي كنت كتوفر عليهم في البارسا في هذيك الوقيته. اي واحد ايمان يدير بهم ريمونتادا باقي نيمار يدير وحتى كيستيون دو الله يعطيك الصحه وكيستيون دو شونس وبزاف ديال الحوايج اليوم تغيرات الامور. شوف هو يلا ديرنييرمون راموس وميسي واحد وفيراتي واحد الفرقه فين تبان هذه وراك شتيها ليفاندوفسكي يا ليفاندوفسكي. شوف ليفاندوفسكي كتعطيني دابا انت ليفاندوفسكي البارح طبق الاصل ديال بولونيا داك اللي كيتعدى مسكين باش توصلوا كره ولا جوج سيرتو ب 10 ليفاندوفسكي خصو البايرن خصو الريال خصو فرقه اللي غادي تبقى كل مره غاديه وتقول لي هاك تبقى تمر خصك تهزي وتعطي لباريس سان جيرمان. ندوزو الماتش الثاني. الماتش الثاني هذاك كان عاوتاني اكسترا اوردين. انا البارح فرقه اليمينيا غادي نلعبوا غادي نلعبوا البرونغاسيون لا ما بقيناش لاعبين البرونغاسيون اجيو حنا اللي غادي ندوزو جوج ديال البيوت اللي كانوا صعاب هذه الكره. انا ماشي اتفقنا هنا ولكن انا كان عندي واحد الراي وانت كان عندك راي انا كان عندي راي. ماركا دورتموند ما تفوتش واحد فينا هو داك ديك لا ديفونس وداك الشيء ديال الاتليتيكو. ولكن واحد القضيه هاد لي ماتش ديال الشامبيونز ليغ وملي كتوصل لهاد المرحله انا يمكن ما توافق معايا ولا لا صافي دابا واحد هذه واحد المده والاتليتيكو غير سيميوني من ولينا كيلعب الكره ما لاحتياش حتى في البطوله ولا سيميوني مع غريزمان شويه شويه سيرتو مع غريزمان ولا خصو شي واحد اللي غيشد الكره ويلعب دي بتيت باس على اي. البارح ملي كتفرج الماتش ها انت رجعتي بعد ما كنتي منهزم 2-0 ولكن في دوزيام ميطون هذاك الشيء اللي دار سيميوني في ديك الفرقه وشنو هو لا كومينيكاسيون اللي كانت في الفيستير وحتى التغييرات اللي وقعت على رقعه الملعب واللعب الارجنتيني سميتو اللي غي ماركينيت الهدف ديال التعادل الثاني كوريا كلهم هادو حويجات وقعوا في ديك 45 دقيقه الثانيه عطاوك تعادل وكانت سميتها لاتيتيكو هي اللي تماركي الثالث لان واحد لقيتها دورتموند ولكن كان دور انا وكنرجع ديك العقليه ديال الالمانيين وداك الاحتراف والعقليه الاحترافيه كيفاش كيبقاو شادين وراجعين لان البيت اللي غيتماركا بالراس صعيبه باش تمشي وتسبق والضربه كانت تقدر عاوتاني تضرب في العارضه كوكتي ما عندكش لاشونس وترجع عندك وهذيك كانت يلاه تعادل هذيك الساعه تعادل ثم كيجي البيت وكانت شي عقليه اخرى يقولوا التعادل دابا ما بقى والو ما نزيدش ثم كاتريان بيت اللي كان شويه انا بالنسبه لي كاتريان بيت قاسي علاش لانه نعطيوها لي حنا كاع بلا ديفونسوره منو الكارديان غادي يقع يتعذب. انا الخلاصه اللي غادي نعطيك هو اي واحد البارحة ملي كتشوف دراري الناس بعض شي دراري زربانين وتيقول لك غادي نمشي باش نشوف الماتش وغادي ندير تنظر بانه راه مشاو عندهم الماتش. اي واحد فينا جلس البارح حدا شاشه التلفازه شاف 90 دقيقه تمتع ما زيد عليها لا 5 دقائق ولا هادو حتى لا زادت ما كتبانش شاف واحد سبيكتاكل خصك تخلص عليه لان ماتش بحال هذا كيتقام زبره ديال الفلوس لا كيتقام زبره ديال الفلوس. انا ولا انت ولا ايمان ولا نامبورت كي بغى يمشي يتفرج خصنا الفلوس امونير خصك تقطع بالفلوس باش تدخل راه دابا فعليا راه بالفلوس الا بغيتي تدخل للتيران راه الفلوس بغيتي تتفرج في التلفازه راه فلوس التلفازه حنا بعدا واصلك حدا الدار اش بغيتي انت ولكن راه كتخلص راه مش فار هذاك الشيء ما كاين مشكل اذا راه مش فار هويا لا كنهضروا على التشفير دابا ما نيناش قلت دابا خليونا كملوا لينا في المكاينش المهم كاين الفلوس قبل كاع الحالات كاين الفلوس الحاج غير سطينا قبل ما يولي حاج وسي حاج صوتي يا مولي ولكن تستاهل ديك الفرجه كتمتع لي دو ماتش كتمتع البيوتا كاينين هنا وكاينين هنا وبقيتي انتايا في ذوك الماتشات راك عارف انتايا وجينا مار ماركي وشتا ما طلعش وبلات شتي الفار انت؟ لا
ما كاينش ما عرفتش واش انا واش كاين واش كاين ولا لا فوالا كاين الا كتبوا لك تشيك جول ولا شي حاجه المهم راه داي سيلونسيو صافي دوز ما كاينش داكشي ديال غنوقف واحد 5 دقائق حنا راه ما كيكتبوش تشيك جول ما كايناش ما كاينش حنا قلت لك حنا كيوقف الحكم داو ستيران شحال عاد كيدير يديه على ودنيه شحال شي حوار بيناتهم كيجيو اللعابه عاد اجي شوف نسيتي اللعابه ديال سير شوف ولا كيضيعوا لك واحد 3 دقائق وضربه ما علينا المهم هذه اللي عوامل شوف فرجه ممتعه طق ملي تيقول لك فرجه ممتعه فرجه ممتعة. واليوم او ثاني اليوم عاوتاني يلا اليوم دابا بلاتي شنو غتبغي اشنو البارح هضرنا على دوك لي دو ماتش على اساس ان راه كاينه فرقه رابحه وفرقه خاسره دابا التعادل في كل شيء كاين شوف حتى ديك عدم احتساب الهدف خارج الميدان واعره ولعبات واحد الدور مهمه منير راه كانت كتسهل بعض المرات هي راه كندير معاك جوج ما عندي ما نسى وندير لك واحد الواحد ولا 0-0 حنا جالسين انا دايز حيدوا هذا دابا العاب ولا لاحظتوا اللي كانوا رابحين في الماتش الي بجوج لواحد هما اللي خسروا تعادل سيتي ريال مدريد هذا عاوتاني واحد عرض مسرحي اليوم تشوفوا ان شاء الله ولا واحد 22 اكتر اللي غادي تدخل على ارضيه الملعب وجوج الفلاسفه ولا اظن على ان غادي يعني ما نشوفوش شي حاجه نوعيه من الكره العالميه ولا الحديثه ديال واحد جوج ديال المدربين جوج المخرجين ديال لانشيلوتي ولا غوارديولا ثم هذوك اللعابه اللي غيكونوا داخلين وغادي تسمع السميات ديال السيتي وتسمع السميات ديال ريال مدريد واحد الفريق متقل بالالقاب يعني اللي هو ريال مدريد اكثر واكثر من السيتي وفريق اللي هو ديال السيتي اللي حاليا مع غوارديولا تحقق يعني المبتغى ديالو والجمهور ديالو هو راه كيتمتع حاليا لا بالممارات اللي كتجرى في الانجليز لا من ناحيه الشامبيونز ليغ الفوز الاخير بثلاثه الالقاب كلها في دقه واحده ولا اربعه يعني هذه كلها اشياء ما حنا كندوي على الاستمراريه بحال ديك الصديق ديالي اللي اتصل البارح قال لك ودي انا خايف من العام الجاي اش غادي يكون اللي يهضر على الرجاء لا ولا اي واحد اي فريق باش كيبغي فرقته اي فريق هنا في المغرب تيبغي فرقته ما كيعرفش السنه كيفاش غتكون الور كو الناس كاين هذيك لا كونتينيتي كاين عمل كاين بزاف ديال الحوايج يا اما غادي نبقى في نفس النهج ونبقى دائما كنحقق الالقاب ما حدينا موجود حتى انا كتهضر على الكره الشيء الاخر انت ما لا علاقه لا والو تهضر على الكره عندك جروب باش غنعزز شكون غيمشي شكون غيجي وصافي كنعطيك المسائل كنكتب لك هنا كتهضر على حوايج اخرين غير الكره دخلتي دابا هنا ولينا بعدنا بزاف على كره القدم غادي كنبعدوا عليها راه حنا بعاد عليها تصور معايا غادي كتبعد من المستطيل الاخضر ولات ملعوبه في سميتو في المربع الاحمر لا ولات ملعوبه عفات هاد المقاهي ملعوبه في لي ريزو سوسيو هادشي فين ولات ملعوبه رجع ليه باش نبقاو غاديين زوينين عاوتاني صبري توقعات ولا مفتوحه على كل الاحتمالات دابا بحال البارح انايا نقدر نقول لك البارح باش نكون معاك واقعي كنت باغي البارسا ولكن السيناريو الماتش ما خدمكش علاش كنبغي حيت هذيك الفرقه بالضبط راه مشكله حتى هي اللي ما كانتش مشكله راه اللي مكلفين بها ديري لها المشاكل البي اس جي راه ما يمكنش تحل شي بلاطو ما تلقاهمش شي اشهار دابا ولا شي فيلم غير وراه لاحظتي مؤخرا راه بدلوا الخطاب على مبابي لا دابا حيت غيمشي او لا مبابي دابا لا ولكن اتونسيون دائما كاين دائما دابا كاين شي تقدر تشد نشره كاين خطاب اخر تشر النشره الجويه في فرنسا تبقى غادي نونت فيها سبعين وهذا مبابي في الاخر كاين واش ناس مبابي وثبت عليه الشتا المباراه الاخرى اللي فيها بايرن ميونخ وارسنال يلا انا بستيني بعدا على الشيء اللي بغيت نجاوبك عليه ملي كتكون تفرج انا شو راه كتعجبني ملي كتهضر على هذا الله يرضي عليك كنحس بك الله يرضي عليك خير اسمح لي سلام مرتاح وملي غنبدا نسير غنبدا ندير واحد الحصه وغنمشي غنخليك انت وايمان تقعد دير وصافي حنا نسميوها البطوله من البحر لهيه لا انا خليني معك في هذه ونمشي الا كنت يعني تعزيز عليك وراه واخا الحاج كمل انت وايمان البطوله الوطنيه صافا الحاج باقا صغيره هي باقا صغيره غاتشرف شفت لك واش ملي كتكونوا تفرجوا وجاوبوني الله يرضي عليكم بغيت الناس اللي كيسمعوا لينا
لقيت اللي كتكرجوا ما عندكش ميول اي الفريق واش ما كتعذبيش ما كت شويه كتحصري ما كتبقايش تعرفي شكون اللي خصو يربح. انا كتوقع لي شتي البارح دابا دورتموند ولا اتلتيكو ما كل مره كيميل عندي واحد واخا هو كيميل شويه اكثر سيميوني تانا بحكم القرب ديالنا مع الفريق لا القرب وتا داك واخا نحيدوا هذا ها هو اليوم عندنا دابا فين غنمشيو دابا واش السيتي واش الريال عزيزي عندنا المدربين بجوج فلاسفه الفراقي بجوج كيحترموا كيقدموا لك واش كل دابا تبغي انت انا بعد الريال انا والله ما عرفت انتوا هو كاين معجبين لا في المغرب بحال دابا البارح باري والباري والبارسا البارح فاش شفت هذيك الريموطادا والمغاربه كنقول يا ربي البارسا تعاود يعني تفاكي بيوتها باش نعاودو نزيدو لا لا باو فخر الدين قال لك بغض النظر على المحبين للفريق هذا المتفرج لا المتفرج انا كاين هذاك الطريقه اللي هضرتي عليها بغاتكون في الشمال لعبه بحال دابا بحال الشمال البارح في المقاهي لا اظن شي واحد واحد في ديك القهوه اللي غيكون كيقول مبابي ولا باريس سان جيرمان محبين الريال محب لا على ديال البارسا البارسا اي البارسا البارسا لا اظن شي واحد شوف شي الشمال لا اظن زائد جميع المدن المغربيه اللي كلهم كيعشقوا ما بين عندك جمهور مقسم ما بين بارسا بارسا ريال وداد رجاء ولا هذا ولكن البارح انا كندوي ما كندويش على العاشقين كندوي المتفرج ديال كره القدم المتفرج ديال كره القدم فهمتي انا ما عنديش الميول اكثر لا الفراقي ولكن بحال دابا اليوم انا غادي نجلس ان شاء الله ولكن لا فين غيكون عندي دابا انا فين كتولي عندك شويه ديال كتقول شكون بغيتي يربح على خاطر انت ما عرفتش الاخر كره القدم شو كيديرها صعيبه باش تقبل السحر ديال المستديره البايرن وارسنال هذا تو ماتش من نوع اخر والله العظيم بحال اش من نوع انا نعطيك الكره كره 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 انا ملي كنمشي معاك نمشي معاك الارضيه ديال الملعب كرويا تقنيا كل فريق علاش الا جينا الارسنال لقى داك الفريق اللي ارتيتا داك الشيء تبارك الله ديال الكره اللي كيلعب وكيفاش هذا نقدروا نقولوا يكون عنده مورالمون يكون مزيان بعد الهزيمه الاخيره ومورالمون غيكون احسن من توخيل مع البايرن اللي مشات ليه بطوله هذاك بس كانت باينه مش حال هذه شي شهر ولا شهرين وكاين البوادير لا 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 مونير كاين البوادير ارتيتا لا ارتيتا راه مشى ليه ماتش مونير من حديد ديه ما كانش كيتوقع على اين البايرن واش نقدروا نشوفوا البايرن ديال الشامبيونز ليغ واش هاد كاينه بايرن ديال الشامبيونز ليغ وكاينه ديال وكاينه ديال البطوله ديال البطوله مؤخرا انتصرت راك شتي الماتش اللي داروا داكشي واش هادو جوج ديال الفراقي كاين اختلاف في الطريقه ديال ديما على الاسف ان الماتشات كيتلعبوا في وقت واحد لا ولكن مثلا باش با تقدر تشوف الى هذا شوف ماتش كامل الا بغيتي والله كون غير يسعفونا الاتحاد الاوروبي اليوفا يسعفونا يجيو يشوفوا السيرفور اللي كنخدموا به حنايا لا لا راه يقدر يكون ماتش مورا ماتش لا لا تقدر تفرج واحد الماتش تعزلو وارتاح شويه من بعد كيعطوك ماتش كامل لا ولكن حلاوته الديريكت ايوا لا تا لا تا مرتاح وثاني تا هو مزيان ففرجه ممتعه لكل المستمعين والمتتبعين ديال كره القدم ومحبي كره القدم لان كيف قال فخر الدين هادو دي سبيكتاكل متاحين لجمهور كره القدم بغض النظر على المحبين ديال الفراقي كتا كتشوف منير المقاهي كامله تبارك الله انا غير هو باش نكون امين حتى انايا البارح راه كانت واحد المتعه اخرى موازيه لهاد لي دو ماتش انا لقيتها في واحد الماتش ديال الفوتسال ديال البطوله الافريقيه وحنا غادي ندوزو للبطوله الافريقيه مصر مع موريتانيا 7-6 والمنتخب الموريتاني كان متقدم ب3-1 هذا ما عندوش قاعه ما عندهمش قاعه يلا بداو يلا بداو الفوتسال يلا بداو كيانستاليو داك الشيء ديالهم عندهم شي بطوله انا البارح بديت كنتفرج وكان ما نكذبش عليك كتدير تحليلات ماشي تحليل كندير واحد الاسقاط مقارنه واش فعلا انت الفوتسال تقدر وقائع المباراه تغدرك بغيتي تقول بان المصريين احتقروا الموريتانيين ماشي احتقروا دابا استصغروا المبدا اللي كاين في الفوتسال انت عارف داك الاسباس اللي صغير اللي قوي اللي قوي راه كيربح ولكن في بعض وقائع الماتش تقدر تصيد الا كنتي واخا تكون قوي تقدر انت تاثر انت كمنتخب مصري ما غاديش ترضى بهذاك الشيء الديبي ديال الماتش وكيفاش اللعابه لاعبين معاك واقفين كتجيك انت شويه وتجيك مع لادفيرساري اللي ضرب الاولى وصدقات ليه والثانيه وصدقات ليه وكتلقى راسك خاسر بجوج كتمحل واش كاين هذا
واخويا اش نقول لك انا فاجئتيني بعدا بعد والله اخويا لا سبعه يعني الله ذاك النهار موريتانيا لعبت واحد الماتش قلتي لي ماتش اميكال مع لا غير اميكال على هذا ديال الاخراني ديال لي زيمناتوار ديال كوب دافريك عندنا لا ماشي لي زيمناتوار ناس مات هدف هذا في البطوله الافريقيه ربحوا ماتش ب 5-4 وخسروا ماتش ب 5-4 قلت لك قلتي عليا فاش قلتي لي راه خسروا داك الشيء قلت كانوا رابحين مصر 3-1 بريمير ميطون قلت انا دوزيام ميطون المصريين غيرجعوا ثاني فعلا رجعوا 3-2 3-3 صافي ما غايشدهم حد وبقاو معاهم 4-3 4-4 5-4 6-4 6-5 7-5 7-6 بقاو غاديين معاهم واش لهاد الدرجه هذه كاينه نديه انا دخلوا لي الشك البارح نمشي عليك علاش يعني باش نهز النقاش الفريق الوطني واش مهما كانت هاد ليكيب ناسيونال فافوري على ليبيا وفافوري على مثلا اي ادفيرسير واش تقدر وقائع الماتش تغدرك على حسب انت كيفاش مبريباري كيفاش انت كتدخل لديك المباراه كيفاش انت شايف بعدا داك لادفيرسير ياك لا بغير شي انت شفتيه الا شفتيه وصغرتيه راه اوتوماتيكمون انت كمدرب وانتم كلاعبين انا لا اظن بانه المنتخب المغربي هاد الطريقه والحصه اللي كينتصر بها كتبين لك على انه كاين كونسونطراسيون ما فيها لا الا ولا حتى الحصه اللي كينتصر بالحصه اللي كينتصر ولكن ماتش اخر عاوتاني ماتش اخر ما من غادي يجيك دابا عندنا ليبيا في الدومي فينال ليبيا ان شاء الله غادي تنتصر عليها انا كنقول لك تهيئ المباراه عنده بزاف ديال المقومات غير حاجه واحده اللي نقدروا نقولوا واش هذا المنتخب الموريتاني بهاد عدم يعني التواجد بطوله ملاعب ديال الفوتسال ويقدر يدير نتيجه بحال هكا واش نقدروا نقولوا غدا يخلق مشكل بحال دابا لا مصر ولا المغرب ولا لا باقي بعيد شويه ايوا جبت لك هادشي السؤال اللي كنسولك انا تعطيني ماتش بحال هذا بعدا واحد القضيه واش عندهم المؤهلات يزيدك فيزيكمون يظهر بهذا المستوى عاوتاني في انوتر ماتش انا جاوني مستقرين في ثلاثه الماتشات اللي داروا انا شوف انا هذا سؤال كنوجهه لك لان انت كتتبع تقريبا المباريات اكثر مني انا لا اظن ان المنتخب المغربي باش نرجع معك المنتخب ديالنا لان انت دابا كتقلب على المقارنه لا اظن ان المنتخب المغربي غادي يقدر يلعب مع شي خصم ويكون داخل انه كاين هناك استصغار بانه هو منتصر حيت هادشي كان كيوقع انا كنقولها كنقدر المنتخب المغربي شحال هادي تشوفوا المستوى ديالو ما مستقرش كل مره غيبان لك ما عندوش وخير دليل على ذلك بحال دابا ايمان عطاتك واحد المثال البارح قالت لك السؤال اللي توجه للفريق لانه انت ما كتضحكش وقال لهم هو يا اذا ضحكت غنلقاها اذا ضحكت وداك الشيء غادي الفرق الدراري غيشوفوني كنضحك غنلقاوها في الشبكه غادي نلقاوها في الشبكه وغادي نديروا واخا انايا ملي كنسمع انا 16 و11 و13 راه ما كاين مشكل نقدر في الهدف السابع نبتسم وندير سافو ريان دير ولكن كتبقى بان احنا راني موجد هو اصلا انت هشام دقيق في المعامله ديالو والوقفه ديالو سير لو بون والتعامل ديالو مع اللاعبين ما عمره ما تغير متطلب ديما كيجلس وتيدير راسك كومسا انا ما بغيتش نقوي الهضره على هاد السيد انا غير اكثر ما نقول لك على انه غير سولت لا كون كان كيحتفل كون شحال هادي لقيتي ساله كره باقي في الاحتفال انا باش نقول لك كون كان من النوع اللي كيحتفل غادي تلقاه في الدار شحال هادي استان بروفيسيونيل كيبغي هاد المهنه وعارف اش باغي يدير نعطيك السؤال حتى انا هضرت على واحد المبدا واحد لو برينسيپ ديما كتعطيني مثلا فاش كنهضروا على لو فوت 11 كتقول لي راه الفارق فلان فلاني على الورق راه هو اللي فافوري ولكن كنخلي واحد النسبه ديال واش حتى الفوتسال كتخلي فيها هذيك النسبه لا مع المغرب لا ومع هاد المنتخبات الافريقيه ما نخليهاش والو كاع حتى الشمال لا حتى الشمال الافريقي ما نخليهاش من غير الى هذوك اللعابه كلهم اللي لاعبين ينعسوا يكونوا ناعسين ولا شي حاجه ما لا يقدروا يوقفوا لك نيفو لا ما تنظنش امونير لو نيفو اللي عند الدراري تبارك الله العمل اللي كيقوموا به يعني داكشي اللي كيديروا صافي لونطون المواجهات ديالنا الأغلبية ديال المنتخبات الأوروبية ولا العالمية الاحتكاكات اللي وصلوا لها مع الأرجنتين ماشي مرة ماشي جوج مع البرازيل مع أقوى
المنتخب والمدارس سميتو، فكنظن بانه الحمد لله اكتسبوا الدراري ثقه كبيره. لا اظن منير، لا اظن، ونتمنوا لهم. انا ما نكذبش عليك، الماتش ديال البارح ديال مصر وموريتانيا خلاني غير شويه نتحفظ غير شي شويه في ذاك الحماس ديالي. الماتش مع ليبيا ما غاديش يكون، ما نقولش ما يكون، غيكون ماتش صعيب، ما غاديش يكون عاوتاني ماتش سهل. ليبيا واخا لعبنا مع هادو ماتش اميكو قبل لا كومبيتيسيون، مي ليبيا في نصف نهائي قدام الجمهور ديالنا في القاعه ديالنا، وديك القضيه ديال ان لي ماتش اميكو تحضيراتها في خير الدين كانت كتكون ديما في مركب محمد السادس، يعني اللعابه ما كيحتكوش بالجمهور ديما، هذيك كل عوامل كتخليني وبانت في لي ماتش الاولين امونير كاين الجمهور كيكون مؤثر. فبالتوفيق ان شاء الله تم التعرف على الخصم ديال الفريق الوطني اللي هو ليبيا في النصف النهائي، ونصف النهائي الاخرى غتكون نصف نهائي قوي بين المنتخب المصري اللي داز متصدر مع المنتخب الانغولي في نصف النهائي. فاصل مستمعينا الكرام ثم نعود لمواصله الحديث. Patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, Meknès accueille du 22 au 28 avril la 16e édition du Salon international de l'agriculture au Maroc. Placé sous le thème Climat et agriculture pour des systèmes de production durables et résilients, le SIAM accueille cette année l'Espagne comme pays à l'honneur. Des expositions, des conférences, des rencontres professionnelles et des animations sont au programme. Ne manquez pas le grand rendez-vous du monde agricole. Pour plus d'informations et pour acheter votre billet électronique, visitez le site officiel du salon www.salon-agriculture.ma. من قلب كارتيه فيكتوريا بوسكورا اريزونا بارك كتمنحكم الفرصه لاختيار شققكم في مكان هادئ الكثير من المساحات الخضراء وهندسه معماريه جد حديثه. استافدوا من العروض الحاليه، شقق بجوج وثلاثه الغرف زائد صالون زائد جوج الحمامات ابتداء من 800000 درهم. التسليم في الحين، اتصلوا بالرقم 080 200 0010 080 200 0010 او عبر الواتساب 0674 89 0011. امالك صاحبي على هاد المرجه كلها، قلنا زعما درتي الكوتاكوت باش تقتصد في الماء. واه انت تشوف بغينا نقتصدوا احنا فين ولينا، تبدل هذا الراكور يطردق الاخر، والفان اللي تعول تحصر به الماء حتى حاجه ما تما. اسمع السي الكبير وبركه من الشطاره، الا بغيتي المليح والصح د الاكسسوار د السقا عليك بمنتوجات اير اش عند كازا دريب. اير اش عند كازا دريب؟ ايه اير اش عند كازا دريب، المعامله والمعقول والاثمنه ما تضرب حسبه، وكاع الدوزان والاكسسوارات د السقا لا من لي راكور ولا لي فان كل شيء عندهم والله عمرها سلعه. ومع هاد البومبات الجداد اللي جابوه الصح وكيدوموا مده طويله. ار اش كازا دريب، اتصلوا بنا على 0522 248 600. Bonjour à tous. Si vous cherchez à organiser des soirées privées, des mariages ou des événements d'entreprise, vous êtes au bon endroit. Après plusieurs années de savoir-faire dans le domaine artistique, Artishow, votre nouveau label de booking artistique, est venu élargir notre activité. Que vous cherchiez un chanteur ou un groupe de musique, Artishow vous accompagne dans le choix et le booking de l'artiste idéal qui fera vibrer votre scène. Alors n'hésitez plus et contactez-nous dès maintenant sur notre site web www.artishow.ma ou envoyez-nous votre demande sur WhatsApp au 06 98 201 201. 06 98 201 201. Artishow, la référence en matière d'artistes. البطولة مع منير أوبري، فخر الدين رجحي وإيمان بوليد من الوحدة ثلاثة ديال العشية على شدي فام. انتم دائما في الاستماع لبرنامج البطوله على شدا اف ام. ياك ما كنخربق تقريبا، ياك واخا صافي. المشكل اللي عندك كان كان مع ايمان اش المشكل؟ ولكن انت دخلت الحوار، ولكن دخلتي بخيط ابيض. لا لا دخلتي بخيط ابيض حيت هو تبارك الله حاج دابا وغادي يدخل معنا بخيط ابيض. الواقع السلام عليكم، هذا الشيء اللي كاين. على ذكر الحج راه المناسك معروفه والفرائض معروفه زعما.
الطواف شحال فيه والسعي شحال فيه، يعني باين ما فيش الاجتهاد بحال داك الشيء الاخر اللي كنجتهدوا فيه. قرا الناس باش ما يعيطوش لك تما. لا مغربي يعاني في الغربه، قال لك راه اول واحد هو الاول تبارك الله. لا شي واحد كيعاني في الغربه هو مسمي راسه مغربي يعاني في الغربه. عقلتي على داك الشيء اللي قلت لك اخويا منير، البي اس جي والسيتي في الفينال ما عرفتيش كاين. بلاتي ما تسرعش. لا تكون انت من دوك صحاب تذكروا كلامي. السلام عليكم، انا برساوي واحمل المسؤوليه في الخساره والاقصاء للحكم والمدرب في الطرد. ارى وخو غير مستحق. لا الحكم كاين شويه ديال كاين الطرد غير مستحق لان المدافع لديه قوه بدنيه عكس المهاجم المتميز بالخفه والسرعه، اما المدرب اخطا في التغيير بعد الطرد. ما كانش يخرج زعما، واش غادي يخرج ليفاندوسكي؟ والله ما عرفتش يخرج من الميليو. عاوتاني مشكله. هذا السي عز الدين بوزيان. سي المنصوري تحيه لك اخويا، كي داير؟ لاباس الحاج يحييك. الله يبارك فيك. لعبداتي كي داير اخويا؟ كلشي بخير. سي منير هذا العام الناس مصيفين بكري. سواء في البحر الهيه دابا اش بغيتي تقول. هنينا. كان خاص يخرج ليفاندوفسكي حيت ثقيل على غرار يامال ورافينيا اللي عنده السرعه. هذه كاينه. ويمكن هو خلاها لك عاوتاني كيتضارب. تخمام ما كتقدرش. ثم قال لك اسيدي بغيت نسول فخر الدين على حكيمي، بان ليا نقص بزاف النيفو ديالو. لا ماشي نقص النيفو ديالو. نقص ولا كان مزيان؟ لا هو في هذا الماتش راه اتونسيون راه كان مزيان. البارح كان مزيان. فوالا كان غير مع لويس انريكي غادي يبقى شويه هذاك الطريقه عاوتاني ديال شوف كيدوزوا عندك مدربين كاين اللي كيعطيك الحريه اكثر، كاين اللي فهمتي كاين اللي كيقيدك بواحد. انا بلي معطيها الحريه. ايه كيطلع حيت بالنسبه لي انا كيطلع كيدخل. دايره هاد القضيه اللي قلتي منير راه بصح، لانه الاحصائيات دابا اللي كاينين راه 21 فرصه، يعني هو اكثر لاعب اللي صناعه للفرص في دوري ابطال افريقيا دوري ابطال اوروبا. دابا كاع اللي كيجي من الوراء خاصكم تعرفوا واحد القضيه، الديفونسور اللي كيكونوا في مدافع ايمن وايسر اغلبيه اللي كيعتمد عليهم علاش كيجيو هما؟ حيت كيكون عندهم واحد الحريه ما كيكونش مقيدين بواحد عكس ذاك اني لي دروا ولا لي غوش ولا شي واحد بغى يطلع كيلقى ديفونس. ياسين بايد حكيمي كان ممتاز. دريس قادري بصراحه الحكم ظلم البارسا وبزاف كان قاسي. النيفو ديال حكيمي احنا هضرنا عليه. جورجيو شليني قال لك ثاني مغربي في الشيلي واش هو قال لك مغربي في الشيلي واش الفريق تعاقد مع اولمبيك اسفي؟ لا لحد الساعه ما كاين حتى شي حاجه رسميه. انا المناجر كنهضر بسميتو. الا كان ما نيغوسيناش لا غندير لي ديك اللعبه. شوف الا كانت شي حاجه راه غادي نخبركم بها في الصفحه الرسميه ان شاء الله. عرفتي الهضره ديال وانت برافو لك بعدا راه غتخبرهم في الصفحه الرسميه. نخبرهم في الصفحه الرسميه. برافو لك كاين ديما حتى كتلقى داخل الصفحه الرسميه اللي كتحترم راسها، ماشي شي فرق اللي الصفحات الرسميه ولا نوضين البلبله والفتنه ديال الناس. شفتوني كتهضروا في بلاصتي وديري المشاكل بخير. انت اللي عطينا اللي عطينا هذا وشنو؟ تكونسونطرا مع راسك اسيدي، انت اللي عيط عليك قول ليه هضر مع الاخرين. نور الدين لايصفار تحيه لك اسي نور الدين، قال لك تحيه للسي منير سي فخر الدين والاخت ايمان. شفتي في الاوروب ما بقاوش كيهضروا على التكتيك بزاف، حيت منين كيكونوا عندك الحريفيه كي لعبتي ب 4-3-3 كي لعبتي ب 3-5-2 كي لعبتي ب 4-4-2 اللي عنده ولكن واخا هكا كيهضروا على التكتيك هما. لا التكتيك كتكون انا عرفت اش بغى يقول لك هو. التكتيك مبنيه على هذاك الشيء الا ما عندكش دراري. لا فوالا واخا دير تتعيا نتحداك انا الا ما عندكش حاجه وحده اللي كتنفعك. بعض المدربين اللي كيشهد لهم على انه خصك بحال دابا انا نقول ديال فرانكفورت ولا ليفركوزن. بالنسبه لي انا المدرب عنده دور، حيت ما مشاش شي فرقه اللي هي عامره بالنجوم وقدر يحقق فيها لقب. هادو اللي كيجيو الباير ولاسيد ميلان والسيتي والريال باري وهذا تنقول بانهم النصيب ديالهم ما تيكونش كبير، لان انت عندك وكتحاسب على كاين النصيب ديالك انت ونصيب اللعابه اللي كاينين، ولكن انت كتحاسب انت اكثر علاش؟ لانه عندك لعابه. هذا بحال دابا ديال ليفركوزن، انا بالنسبه لي القسط الاكبر نعطيه لي هو تشابي الونسو. الونسو هو اللي عنده نعطيه 80 و70% ونعطيه 30 للعابه. حسن حكيمي الكرة أفيون الشعوب الفقيرة. أيوة ما عندك تبارك الله على السي حسن. ما عندك ما عطيني شي فكرة الله يجازيك. لا هو هذا الشيء احنا عارفينه ما عندك ما يا إيه وعيرنا مازال تبارك الله على السي حسن. أي 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 أي. الله يحفظك. دابا هذا الخطاب كله اللي كنتي كتقول
يعني كان خصنا نجيو نقولوا ما نهضروش على ما تهضرش لا دابا هو كيسحبوا حنا دابا انا بحال كتجي انت وكتغلط هو بغى يوريك على انه شعب هاد الكره هي الافيون ديال الشعب الفقير وي ما كاين حتى شي مشكل ولكن انا الى على هو الافيون عف كرة قدم لا اش كيدير هو بعدا ابلاتي ابلاتي يتفرج ابلاتي ابلاتي هاد المخ ماشي افيون افيون ها افيون هذا ماشي مخ يأثر كثير على الناس الا كان عنده نيت حوارات لداخل وكيتبعوه الناس اللي غيفهم هذا ماشي مخ اللي غيفهم اما احسن كره القدم ساعه ونص ولا مخ فحال هذا واللي غيفهم في المخ هو كمال اللي واكل المخ اللي بدري في لا بلاتي مخ من تارجة. مخ واحد من هاد المخاخ ها صافا مخ مشرمل وكيجي كل نهار يدخل لهاد الشيء وانا ما كنعرفش اجي ويبقى يدير عباد الله مساكن اللي كيدخلوا حتى هما هذا ماشي مخ شويه خصو لقمه يا سير قموح هضرنا على مدريد والسيتي سير غير قبل قليل سي قموح ما كتيش واخا كمل السي حسن ما كاين مشكل لا انا بعدا شجعت البي اس جي فاش تماركا البيت الاخر ديال مبابي ارتاحيت ارتاح هو ارتاح هو هو ضد بارسا هذا ما هذا كيبغي شي فرقه اخرى عبد القمار السي رجحي مارك مع البطوله اين بطوله اين بطوله البطولة ديالنا مالا قال لك مالك مع البطولة ديالنا كنهضروا عليها ملي كتجي المناسبة ملي كتجي المناسبة كنهضروا على البطولة ديالنا سمعتي السي لا ملي كتجي عبدل بلاتي بلاتي عبدل ملي كتقول عبدل ملي كتكون البطولة ديالنا كنهضر عليها كنهضر عليها بطريقة وملي كيعجبنا شي ماتش منير أنا من الناس اللي كنجي عندك تنقول لك عجبني الماتش تالي تالي غنعطيوها ديرنيارمو تكلمنا على الحسنية وجدة في أربعة ديال البيوت كاين بعض الماتشات اللي دازو زوينين قلت لك واحد القضيه حتى الفراقي اللي المستوى ديالهم لاعبين مساكن اللي في وسط المشاكل اللي في المشاكل كيعطيونا دي بون ماتش في الجولات الاخيره يعني لا انا كندوي على دائما قال لك دوك الجولات الاخيره كيبداو يفيقوا احنا ما عمرنا ما كنكونوا ضد البطوله ضد التحكيم احنا احنا نناقش معك مع القجاع دابا تيلمون بنادم مولف البطاطا لا من غير البطاطا النفاق واللف هذا خاصك ملي تجي تمشي معاه في ذاك سميتو راه ملي كنناقشوا البطوله كنناقشوا المباريات ديال البطوله والمستوى اللي ماشي فخر الدين ولا منير ولا ايمان اللي كيهضروا عليه المغاربه كاملين انا نتحداه واش البارح لا واش البارح ملي نتفرج واش حط البطوله قدامه بلا ما تحط عينيك غادي ها عينيك غتبدا تقول واخا انا ندير لي جوج ديال لي تيليفزيون ندير لي ثلاثة ندير لي واحد فيه دورتموند والاتليتيكو وندير لي واحد فيه ريال مدريد والسيتي ونشعل لي واحد فيه مباراة دازت من البطولة ديال هذا الأسبوع ويكونوا بلا جمهور أنا نعطيها ليه بلا جمهور محكومين ما كاينش جمهور غيسالي وجوج الأولين والآخر الثالث مازال ما سالش بلاتي نقول ليه واش نتحداه واش يقدر يطفي هذوك الجوج ويجلس يتفرج إذا بنادم ما يرضى عليك شوف منير احنا راه ما ضد حتى شي واحد نتوما غير باش نجاوب بلاصتك السي عبديل مرحبا فخر الدين الا كان غيهضر على البطوله غيعطي ماشي حكم قيمه ولكن راي في البطوله لانه لعب فيها من صغره حتى لكبر ودرب فيها ولعبتي في البطوله باختلاف اجيالها مراحلها ودربتي مع اجيال مختلفه الحمد لله يعني الا سولتك على البطوله ديال الثمانينات غتقول لي البطوله الثمانينات ديال التسعينات التسعينات ديال الالفينات وديال وديال ما بعد وكنشكر هذيك اللي كنجبدوا الالفيه وداكشي اش كنقولوا لا جينيراسيون اللي كانت داز تبارك الله ديال الوداد الرجال الجيش سيدي قاسم نمشيو انت غادي يعني قادر انا كنديروا سميتو ما احنا لسنا ضد بطوله ولا سياسير قال لي السي منير راه انت صحفي عادي يجيك داك الماتش ديال الفوتسال ممتع بزز منك تفرج لي سبيكتاتور العاديين لا غير ريال سيتي اتسيتيرا لا انا شوف انا حطيته في لو كونتكست ديال فوتسال البطوله الافريقيه لا انت ما جاوبتيش نورمال ماشي هو الجواب ديالك شنو هو الجواب ديالك هو المنتخب الموريتاني المنتخب الموريتاني تحدى المنتخب المصري وشكون غادي يكون مع المنتخب ديالنا حنايا غادي يكون لا انا منير موريتانيا كيقول على ما يمكنش موريتانيا توصل لذاك لونيفو ديال مصر صافي هادشي اللي كاين كانت المفاجاه اللي خصك تقول كانت المفاجاه هادشي شنو هو حيت هذاك المدرب ديال موريتانيا ما ضحكش لا والله ما كيضحك حتى هو عبد الله السلامي والو ما كاينش الضحك والله ما كاين الضحك بالله صافي من الاخر عبد الله السلامي بعدا الا شفتيه في القسمات ديالو كيبان لك فاجا ما السلامي
لا جمال السلامي مازال كيبتسم شويه. عبد الله السلامي لا كاين داك السلامه حتى في التصريحات. عبد الله السلامي ابو البنات سي عبد الله السلامي تدوي معاه حول ولا قوه. جاوبها انت. لا جاوب انا اسمع البصري. مراد روان الاخت ايمان الوالد سي احمد بوليد كان صديق الوالد عندي الله يرحمه حي غريغوان قرب دار الفقراء. انا شخصيا عندي بعض الصور موجود فيها السي احمد والسي رياض والسي مبارك. ولا عندك شي صور قادر تشوفها؟ شكرا لك. مشكل حاج. مرحبا السي مراد. كذلك السي عصام. عصام شو تعليق علاقه عصام كاسيم تعليق توري قال لك الميزانيه التي اصبحت تسير بها الجامعه المغربيه لكره القدم في فتره فوز القجع ميزانيه ضخمه جدا، واذا قارنا انجازاته مع انجازات اتحادات قاريه اخرى سيكون واضحا للجميع ان القجع تماما. ما عطيتنيش. المهم انت ضد كتقول ان هضرنا البارح قلنا راه كاين بعض الدول لو كانت الامور كتقاس بالفلوس والامكانيات كون راه قطر خصو يكون هو البطل ديال كاس العالم 2022 ولا السعوديه ولا السعوديه مثلا بهذا الشيء اللي كاين دابا بهذا الخيال العلمي اللي كاين في الامكانيات. راه هناك امكانيات ولكن كاين عاوتاني لا جيستيون ديال البشر هي اللي باقي عندنا فيها مشكل على مستوى الاختيارات على مستوى بزاف ديال الحوايج. واخا تحيه لك السي عصام. ناخذ فاصل مستمعينا الكرام من بعد غنرجعوا وغتسمح لي فخر الدين انا كنا كنهضروا على الشامبيونز ليغ ديال اوروبا وكنهضروا على لي كومبيتيسيون لهي غنجيو لافريقيا لقارتنا الحبيبه ونشوفوا ناخذوا اراء بخصوص هذه الاشياء التي يتم التحضير لها ولم يتم الاعلان عنها بعد ديال اعاده كيف كنقولوا النظر اعاده النظر في المسابقات الافريقيه للانديه. دابا كتسمع الشدا اف ام منير طوبري فخر الدين رجحي وإيمان بوليد من الوحدة لثلاثة ديال العشية على شدا اف ام. انتم دائما في الاستماع لبرنامج البطولة على شدا اف ام. تحية لكل من يتابع معنا حلقة اليوم. نذكركم انه بداية من جوج اربع مرحبا بكل الاتصالات على الرقم 0522 36 05 36. مرحبا بالجميع. ياسين قال لك مزراوي رجع نتمنى يضرب شي بيت ونتمنى ليه التوفيق مزراوي، ولكن التوفيق اكثر نتمنى ليه في الفريق الوطني المغربي. حميد يعقوبي سيموني راه الدكيك قال طبيعي في الفوتسال ويتسجلوا عليك الاهداف ولكن خاص تسجل انت اهداف اكثر. وي هذا هو الفوتسال، طبيعي تسجل الاهداف وطبيعي تسجلوا عليك، بمعنى الفائز هو من له اكثر عدد من الاهداف. واش 10 ل 4 10 ل 5 10 ل 8 12 ل 11 هذا هو الفوتسال. غير هو اللي كنا كنناقشوا قبيله ملي كيكون عندك اصلا في الميزان فريق اللي قوي مع خصم اللي نقولوا اقل قوه باش ما نقولش شي كلمه اخرى، ماشي ديما داك القوي غادي يلقى سهوله باش ينتصر. انا كنت كنقول عندي واحد المبدا ديال ان الفوتسال عكس الفوتا 11 الهامش ديال المفاجاه ضيق، ولكن من خلال شي ماتشات منهم الماتش ديال البارح ديال مصر موريتانيا قلت راه يمكن شي وقائع ديال الماتش في قلب المباراه تقدر تخلي هذاك الفريق قوي يمكن يجرك يجروا داك الفريق اللي اقل قوه يجروا التعادل يجروا ضربات الترجيح في شي مباريات مصيريه الى غير ذلك. المهم العمل ثم العمل باش ديك الساعه التفوق كيكون على ارضيه الملعب جمله وتفصيلا، ما تخليش الهامش ديال المفاجاه. سيمونير واش الدكيك ورباعته ما كيمشيوش هما الاسبوع الفارس والمعرض الكتاب وداكشي؟ لا داكشي خليه الفريق الاول هما اللي كيديروا الدكيك والدراري كتلقى الا غبروا عليك كتلقاهم في السونتر. واحد ما عرفتش شتي واحد غير جالس حدا التلفازه حتى كتب لي فرنسا فرحانين ربحوا البرازيل ولا الالعاب ديال البارا
تلعب في اولمبيك ديال الباسكت بارا اولمبيك اه ربحوا فرحانين حنا ما سيق الخبر والو منتخب مغربي يلعب لا ما فرصناش ايوه كره السله على الكراسي على الكراسي عرفتهم انا لاعبين ولكن ما تبعتش الماتش لا ماشي انت انا تفاجات هادو راه لاعبين على الكالي وقيل الكالي في لي جوز اولمبيك ماشي وقيل حيت هما فرنسا احتفلوا وفرحوا قال لك هادو الالعاب البارالمبيك عطاو العنوان على ان المنتخب الفرنسي ينتصر على المنتخب المغربي الور كو حنا ما ساقين الخبار والو وبالنسبه للالعاب البارالمبيك باش لاحقاق احقاقا للحق عندنا ابطال عالميين واولمبيين اللي توجوا من ريو دي جانيرو 2016 في طوكيو واش ما كانش هاد المباراه زعما ما كانش عليها زعما تكون على شويه الحديث مع الاسف مع الاسف واش ما كانش شي واحد هنا يذكرنا في عاود يجي غادي تتفيق مع الصباح تبغي ما كاين مشكل تبغي دير كريتيك ولا تسب ولا تعاير تقول لنا تعطينا افاده وهذا اللي كتقول لي غيجي يقول لك راه نتوما الصحافه اللي خصكم لا وتقول واحد لا البارح انا ولا شي حاجه بحال هكا وتفيد هذاك المستمع انا والله لا تفاجات لا ما ملي شفت هذوك لاعبين والله لا تفاجات نتمنوا خير حسن حبيبي واخا سيدي تحمل مسؤوليه هذا الشيء اللي كتبتي تحمل مسؤوليته ما غاديش نقول اكثر من هذا الشيء لانك هذا الشيء اللي درتي اتهامات فتحمل مسؤوليه ما كتبت ما غاديش نزيد عليك اكثر من هذا الشيء باش دابا بنادم ما كيبقاش يعرف لا اله الا الله هذا هو المشكل على اين المنافسات الافريقيه في خير الدين للانديه دابا كاين الحديث على هاد العام عشنا سوبر ليغ في بداية الموسم مشاركة 8 ديال الفرق دابا كاين الهضره ديال غادي بحال إعادة ضمص الكارطة ديال المنافسات ديال الأندية غتبقى السوبر ليغ وكيقولوا في انتظار الاجتماع ديال الكاف ولجنة المسابقات في المغرب هنا أن كأس الكاف غتلغى وغتبقى السوبر ليغ والتشامبيونز ليغ واخا تشامبيونز ليغ عرفنا المشاركه ديالها كيفاش دايره اييه والسوبر ليغ كيفاش غتكون المشاركه ديالها قال لك الصيغه التجريبيه العام اللي فات حيت هي اصلا الصيغه اللي دات بهذاك العام ما كانتش فيها توازن انت جاي معايا حتى الاختيارات ما كانتش كلها موفقه الله يرحم الوالدين مزيان المبدأ الأولاني ديال السوبر ليغ اللي الناس بغا كانوا بغاو يجربوه في أوروبا وما بغاوش الناس ديال أوروبا وجا طبق في جا الإفريقية ما كاين مشكل يمكن إفريقيا في حاجة ليه أوروبا ماشي في حاجة ليه أنا ما ندخلش لهذا الشيء تقوم على مبدأ الاختيار ماشي البطل أنت مثلا في المغرب عندك فرق ديك الفرق الشعبية الجماهيرية واخا ما تكونش بطل أنا غنختاروا باش يكون في السوبر ليغ الاختيارات ديال العام اللي فات ما كانتش كانت بمنطق ديال المناطق المناطق هادشي علاش شفتي يعني البعض كاع كان كيسول على بعض الفروق اللي ما شاركتش بحال الزمالك بحال الرجاء الوزداد بزاف دابا هاد العام غادي يتم قال لك الرفع ديال عدد الانديه من 8 هذا احنا غنوليو بعد ديجا العدد اللي كان قليل خلق مشكل للفروق اللي شاركت والعدد اللي غيكون كبر اللي غيوصل 12 ولا 24 كيهضروا على 24 باينه حنا راه كنهضروا في انتظار خروج الصيغه النهائيه حنا كنناقشوا دابا الفكره في حد ذاتها دابا الا سولتك فخر الدين وسولت حتى ايمان 24 في امتى بعدا التوقيت ديالها الموسم المقبل لا التوقيت البدايه ديال الموسم ماشي بدايه الموسم التوقيت ديالها ولا غير التوقيت ديالها اعطيني خاطرك بلا انا نجيك التوقيت لان حتى هو فيه روينه انا ولا كنسول عليه الا بغيتك ولا بغيتكم خرجوا 24 اللي فيها هاد الشروط ديال الشعبيه والجماهيريه ما عندناش 24 فرقه افريقيه تمثل يعني تقدر تشارك في المواصفات ديال ما عندناش بدايه من اللي دايره انا وياك نبقاو نحسبوا انا نمشي معك الى بعد حد ندير 12 هي ومن شمال افريقيا شحال لا عاكت لك ندير 12 لا ولكن نمشي بالقانون انا الاختيار ما فيهاش الا كنتي بطل غناخذك لا مش انا بطل كنختار لا اختارك على اساس كاين شي يمكن انا 12 نوجد ذلك يلا 24 شويه غادي تخلط
هذا بخصوص سوبر ليغ باش نسدو ندوز لشي اخر. سوبر ليغ العدد ربما اكبر من داك الشيء، سينو غادي تلقى راسك كتخربق في شي حاجه اخرى. الطريقه باش بغات دار مازال ما واضحاش، ثم الاعلان على التوقيت مازال ما مازال ما واضحش. شحال صعيب يقدروا يخليوك حتى لشهر شهر ونص قبل غادي يقول لك راه غتنطلق في هذا ولا انطلقات كل هذوك الفرق كي غيديروا غتوحل انت في الكالندري. تشامبيونز ليغ هي اللي فيها الاستحقاق، الا كنتي بطل دوز كدوز. المشكل غيوقع في هذوك الدول اللي البطل فيها هو اللي كيكون تختار في السوبر ليغ، حيت ما كاينش فريق اخر. يولي تنازل واحد الفريق ودير فريق الثاني غتولي دوز لحاجه اخرى. مزيان. اذا كي غيولي لو نيفو ديال هاد ديال هاد الشامبيونز ليغ الى حيتي الى حيتي مثلا نهضروا الواقع، ما نهضرش على الوداد هذا العام لان هذا العام نقولوا الجيش الملكي. اعطي انت مثال. اعطي مثال مثلا الاهلي. الاهلي بطل مصر سوبر ليغ غتاخذ الثاني ولا غتاخذ الثالث في الشامبيونز ليغ بيراميدز ولا مثلا. وقيس على ذلك بلاصه سان داونز غتاخذ عادني غتشي ليه. اذا قتلتي غادي تقتل داك الحماس وداك دونك هاد الشامبيونز ليغ هلكتيها. ما بحال دابا انت باغي دابا بحال كتقول تحيد الشامبيونز ليغ حتى هي عبر الادب بغيتي دير السوبر ليغ. اذا لقاو السوبر ليغ لقاو فيها شي حاجه ورا قالوا في الاجتماع ديال الله على ما منير. انا ما كندوك من ناحيه ماشي سير لو بلان فينونسي ديال كاليتي تكنيك وداك الشيء، انا كندير الفينونسي ولا واش الفينونس لقاو شي حاجه الله اعلم. الله على ما منير. ثم حاجه ثالثه الغاء كاس الكاف. المسابقه هي اصلا كان دائما فيها شويه الحديث ولكن كان عندها واحد الشغم بما كاينه في اوروبا الاوروبا ليغ. حنا غاديين بهذا النهج تنقولوا حنا الكاف كتعطي شويه المساحه لدوك الفرق اللي ما كيلقاوش المكانه ديالهم اصحاب المركز الرابع الثالث الرابع كتعطيه لانه يخرج حتى هو يستفاد ويلعب افريقيا. اوروبا زادوا كاع كونفرنس ليغ اخويا. اخبار اخرى اللي كتقول لك تقدر تبقى ما عمرك ما تقهر راسك مع لا لا هما اذا كانوا غيديروا هذا الاتجاه عرفي واحد المسابقه غادي تحيد هي بلا ما تعير راسك ايمان امرو ما يفكروا ما وقال لك ما باغينش يحيدوا لا تشامبيونز ليغ اللي هي دوري ابطال. ولكن هاي كما قالك منير وما رفعوش السقف ديال الفلوس يعني القدر المالي اللي عطاوها في الدوري الافريقي باش يبقى ديما ديك لا تشامبيونز ليغ عندها ديك القيمه ديالها الماليه والسوقيه وكل شيء. هذه كذبه. هذا الشيء اللي كاين حسب هذا الشيء اللي كاين في هذاك لا ريونيون اللي كانت في جونفي ديال موتسيبي. في التصريح اللي قال موتسيبي قال لك نتجه على اي الصحفيه اللي كانت كيفاش كيبان لك الافق ديال هذه المسابقه الانديه من بعد. لا الى مشات تدخلت القرارات غادي يكون واحد الخلط وحتى لو نيفو انا بالي غادي حيت من بعد الى درتي السوبر ليغ وانت مفروض عليك على انك الفرق اللي غيشاركوا في الدول اللي هي معروفه واللي هي دائما كتكون حاضره كيف خصك تدوز عاوتاني كيفاش غادي تشوف هذيك الشامبيونز ليغ اللي هي كانت اللي هي معروفه وعندها ما عرفتش انا هو انا فين غنجي نبدا نختار نحيد هذوك الفراقي وندير دوزيام تروازيام بحال رجعت هذيك غادي نرجعك كاف كاف طريقه غير مباشره غير مباشره وداك الاستحقاق ديال البطل غنحيدو صافي بالناس سميه. غادي ناخذ واحد الفاصل ومن بعد مرحبا بكل المستمعين ديالنا على 0522 36 05 36. مالك صاحبي على هاد المرجه كلها قلنا زعما درتي الكوتاكوت باش تقتصد في الماء واه انت تشوف بغينا نقتصدوا احنا فين ولينا تبدل هاد الراكور يطردق الاخر والفان اللي تعول تحصر به الماء حتى حاجه ما تما. اسمع السي الكبير وبركه من الشطاره الا بغيتي المليح والصح ديال الاكسسوار ديال السقه عليك بمنتوجات اير اش عند كازا دريب. اير اش عند كازا دريب ايه اير اش عند كازا دريب المعامله والمعقول والاثمنه ما تضرب حسبه وكاع الدوزان والاكسسوارات السقه لا من لي راكور ولا لي فان كل شيء عندهم والله عمرها سلعه ومع هاد البومبات الجداد اللي جابو الصح وكيدوموا مده طويله. ار اش كازا دريب تصلوا بنا على 0522 248 600. مع دقيقه المثمر كل يوم نصائح زراعيه من اجل فلاحه عصريه مربحه واكثر مردوديه. اخي الفلاح اختي الفلاحه في حلقه اليوم غادي نتعرفوا جميع على اسس تسميد العمق زراعه الكاوكاو او الفول السوداني. هذه الزراعه اللي كتحتاج لكميات معينه من المواد المغذيه على حساب نوعيه التربه والخصوبه ديالها وكذلك على حساب الانتاج اللي بغينا نوصلوا ليه.
فإلا بغيتي دير برنامج بالعقل ديال تسميد الكوكو ديالك عندك طريقتين. الطريقة الأولى واللي كنصحو بها ديما الفلاح كتعتمد على التحاليل ديال التربة وديال الأوراق واللي يمكن تحدد ليك لانغري ديال سباق الأرض وديال التغطية. والطريقة الثانية إلا ما توصلتيش باش تحلل التربة والأوراق ديالك كتعتمد على كميات تقديرية على حساب الطوناج اللي كتوصل ليه. أخي الفلاح أختي الفلاحة، فمتوسط الاحتياجات لإنتاج طن واحد من الكاوكاو بما في ذلك القشرة كتقدر بالنسبة للعناصر الكبرى 45 كيلوغرام الأزوت صافي زائد 13 كيلوغرام الفوسفور صافي زائد 65 كيلوغرام البوتاسيوم صافي، وبالنسبة لأهم العناصر الصغرى والثانوية 10 كيلوغرام من الكالسيوم زائد 13 كيلوغرام المغنيسيوم. وبالنسبة للاحتياجات التقديرية لكل هكتار، فإلى اعتمدنا على الاستخلاصات ديال هاد الزراعة فممكن نقولوا باللي باش نسمدوا هكتار واحد ونوصلوا المعدل ديال الإنتاج 5 طن في الهكتار ديال الكاوكاو خاصنا نجيبوا من 150 حتى 220 وحدة من الأزوت زائد من 50 حتى 70 وحدة من الفوسفور زائد من 200 حتى 240 وحدة من البوتاسيوم. فالوقت المناسب والكميات الخاصة لتسميد العمق هي كالتالي: فقبل الغرس ينصح باستعمال نصف الاحتياجات من الأزوت زائد الاحتياجات كلها من الفوسفور زائد نصف الاحتياجات من البوتاسيوم، وبالنسبة للكالسيوم والمغنيسيوم ينصح في حالة النقص الحاد بإضافة هذه العناصر في التربة. أخي الفلاح أختي الفلاحة، فزيادة على استعمال أسمدة خاصة نحتارم الدورة الزراعية ونجيبه في بداية الموسم من 25 إلى 30 طن ديال الأسمدة العضوية أو الغبار اللي خاصه يكون من نوعية جيدة وخالي من زريعة ديال الأعشاب الضارة. هذا الغبار اللي غادي يتحلل ويعطينا مواد معدنية ومغذية ولتهي خاصنا ناخدها بعين الاعتبار في برنامج التسميد. والله المعين. مع دقيقة المثمر اليد في اليد من أجل فلاحة مثمرة ومستدامة. البطولة مع منير أوبري، فخر الدين رجحي وإيمان بوليد من وحدة ثلاثة ديال العشية على شدا إف إم. انتم دائما في الاستماع لبرنامج البطوله على شدا إف إم. شكون بحال كضحكوا مع شكون في الحال؟ هذا كان كنناقشوا هذاك الموضوع، ذاك الموضوع اللي قلتي انت خديناه أيه. بجديه باش نكونوا فاهمين ان شاء الله، باش غير شويه ديال الاداب وديال الاخلاق. كل واحد يتحمل مسؤوليته في داك الشيء. لا ما يطلبش بنادم ما يجيش يبقى يطلب ويدير سميتو يلا صافي. هذاك اللي هو اللي واعر هو الطليب ويقدر يشوف لك عائله وبدا يقول لك، لان انت كتحمل كي قلتي انت منير تحمل مسؤوليته حيت هذاك الشيء اللي كتوصل لهاد قله الاداب وقله الاحترام. اسمح لي، اكيد الحمد لله كاين قانون في هذه البلاد. عز الدين بوزيان كيسولك واحد السؤال. إيمان لا انت قال لك الحاج فخر الدين بغيت نعرف ما دور مساعد المدرب في كرة القدم. قيلة السؤال دي ما كنا كنسمعوا حنا. لا، أنشيلوتي مساعده هو ابنه، تشافي مساعده هو الأخ دياله، حيت كنشوف الفعالية في الريال لأن هناك مدرب خبرة كبيرة في التدريب، ما في برشلونة لا. لا ولكن بلاتي ديال برشلونة خصو يدير حتى هو ولده. المقارنة ما تكونش بحال هكا منير، حيت انا ملي كتكلم على ريال مدريد وانشيلوتي وديك الخبره اللي كتوفر على الفريق اللي عنده ما عاش مشاكل. تشافي جا فواحد الظروف شويه صعيبه، ما هو لاجوان اتونسيون راه بحال دابا ملي كنت غوارديولا راه كان مع ارتيتا، دابا حاليا غوارديولا راه كيمشي يجلس مع واحد السيد راك شتيه كيبقاو يناقشوا دائما تسجل شي هدف ولا شي حاجه تيجلس هو وياه وتيناقشوا كينوض هو كي حيت لابد خصك واحد وما كيتسماش ادجوان، ستانو ترينور المدرب المساعد. مدرب مساعد لان علاش كيتسمى المدرب المساعد؟ ها بحال دابا ارتيتا، علاش كنتي كتقول لي المدرب المساعد؟ هو مدرب ولا مدرب بين على انه راه مدرب وشاد فيه غوارديولا قال لهم عنده لي كاليتي باش يكون مدرب ويكون هذه اختيار. حنا باقيين ما وصلناش ليها مازال ما نوصلوش ليها، لا اظن ان نوصلوا ليها. محمد منصوري، لا بغيتي دير بطوله مستحدثه وتخليها بطولة مستحدثة وتخليها هي الرقم واحد في القارة، راه خاص تكون بالاستحقاق، يعني تهز من البطولات المحلية ديال الاتحادات وراه ب إلا بمنطق الاستحقاق راه تشامبيونز ليغ بالاستحقاق، الأبطال ديال الدول هما اللي كيشاركوا. السوبر ليغ معايير أخرى، إلا لا بغيتي تخليها بوحدها كدار في جهة أخرى وخلي البطولات اللي كيتلعبوا لمواليهم. كاين شي متصل؟ سي محمد من الرباط. سي محمد من مدينة الرباط، مرحبا سي محمد. تحياتي الاخ منير. الله يحفظك سي محمد، اهلا وسهلا اليك وتحياتي لمستقبل المكالمات مخرج والاخت ايمان والاخ الاستاذ ديالنا. الله يبارك فيكم، بارك الله فيكم. تحيه لك.
نتمنى وتكونوا ان شاء الله في حاله جيده. الله يبارك فيك خويا، بارك الله عليكم على البرامج. الله يبارك فيك، شكرا لك. 10 على 10 الله يحفظك. غير 6 على 10 لا لا والله 10 على 10 دوزنا مع رمضان والبرامج كلها كانت في المستوى. الله يبارك فيك خويا، شكرا لك، شكرا لك. لا ما نرشوهم بالورد ولا شي حاجه. الله يبارك فيك. رغم انها اذاعه خاصه، راه اذاعه خاصه والله الا راه في المستوى الكبير. الله يبارك فيك، شكرا لك. اليوم نجي اخرى نرجعوا للكاس الافريقي ديال الفوتسال. اي ديال الفوتسال، تبارك الله على السي هشام الدقيق، الرجل المناسب في المكان المناسب، الاخلاق، الاستمراريه، تبارك الله، الاحتكاك، البلده الاوروبيه، تبارك الله. راه هادشي ما جاش عن صدفه ولا شي حاجه، هادشي راه فيه خطبه وفيه عمل، فهمتي؟ الوليدات احتكوا جماعيا وفرديا وكل شيء بخير وعلى خير ولا خوف عليهم. ان شاء الله الله غادي يبقى هنا عندنا ان شاء الله، ان شاء الله، وغنتاهلوا ان شاء الله، ان شاء الله السنه المقبله ان شاء الله. هذا من جهه، من جهه اخرى كنتمنى البطوله ديالنا الوطنيه باش هاد خمسه المقابلات اللي باقيين يكونوا في المستوى ان شاء الله، وتكون شفافيه والنزاهه، فهمتي؟ هاد المباريات لحقاش كاينين شي فرق اللي ما عندهم لا ناقه ولا جمال، ما غيهود ما والو، كيبقى شويه ديال هادي. نتمنى تكون نزاهه وتكون شفافيه المقابلات، ولا في المقدمه ولا في المؤخره، واللي يستحق يطيح غادي يطيح، واللي ديال البطل راه هو بطل. ومهم المستقل، ونتمنى من التحكيم حتى هو يكون في المستوى ان شاء الله. وبالنسبه للبارح، راه تفرجنا البارح في شي مقابلات اللي هو لا فرق كبير بين هنا و ما عندك ما دير، مقارنة قاسية هذه كاع. باش واحد اليوم ديال بونو حتى هو مع رحيمي في نصف نهائي ديال ابطال اسيا. خصكم ما تزعقوش، هذه المباراة زوينة مع الخمسة ان شاء الله. مع الخمسة كانوا اجلوها، كانت غدوز البارح، كانت البارحة تأجلوها. وشكرا ما عطلكمش. الله يبارك الله يحفظك السي محمد، الله يحفظك. تحياتي السي محمد، شكرا لك. وكيفاش غيحيدوا الكاف وهما بايعين الحقوق ديال البطولتين بجوج تاع 2029؟ والا اجتمعوا هما ولقاو شي صيغه. شوف كل شيء ممكن، راه فخر الدين هو اللي اختصاصي في الكاف كيعرف. كاف قال لك ساهل، بغيتي ناجل لك ناجل لك. هذا الشيء اللي كاين، ما كاينش. تحيه من حدا جامع الطاهري، تحياتي سي حسن. قال لك حكيمي خصو يضرب معنا بريكول خفيف هذا الصيف في المسافه ديال 100 متر، يجيب لنا شي ميداليه اولمبيه. خلي ذاك الجمل راه قد الله العظيم. عندك راه سبيسياليتي سهلة ديال 100 متر. لا عرفت عرفت. لا ديسيبلين كلها. كنا ناقشنا شي أخبار مؤخرا ديال شي مسابقات غبنا عليهم، وجاي واحد المسابقة حتى هي هاد الأيام حتى هي غنغيبوا عليها. مع العلم شي حاجة اللي كانت عندك فخرتين في كنا فيها أبطال. شي حاجة اللي عندك في لادين. سؤال سي فخر الدين. مرحبا. نيمار سميرة، واش من حق نوادي كرة القدم في المغرب يطالبوا من اللاعبين ديال البطولة القيام بفحص العيون، حيت أغلبية ديال اللاعبين كيصيفطوا الكرة للجيران ديال الملعب؟ لا قول له واش كاين هذيك لا فيزيت اللي هي ميديكال اللي كدار، يمكن كتشمل العينين في لا بليبارت. لا في أغلب الأوقات أموني كنشوف واش عندك شي حاجة في النيفو ديال العضلات، ولا شي حاجة عندك مخبية ما كتبانش. واش تيست ميديك اللي كيدار قبل التوقيع؟ واش داخل فيه هادشي العينين؟ ما عنديش. قال لك سي منير انا عندي جوج تليفونات ما كنجاوب حتى واحد، عندي طوموبيل كحله جوج فيومي، ونعرف ناجل الماتشات وندير الاجتماعات ونقرا الكلمه بحال داك الشيء ديال اش من منصب رياضي يصلح ليا. تبارك الله عنده طوموبيل. قال لك جوج تليفونات ياك؟ تليفونات ماشي، خلينا نفكروا. لا مهمته تكون شويه. حيت قال لك كنعرف ناجل الماتش. اي عرفت، يتمحن شويه. واخا عبد الله سي منير علاش ما تقراش الميساج؟ فين هو سي عبد الله؟ قريتي لي عبد الله قرا الميساج، غير قول لي فين هو. عبد الله السلام عليكم. واش ما كتشوفش هذا صفوان حماده، تحيه لصفوان. واش ما كتشوفش انا تشافي خدم قال لك غبي بزاف منين تطر ليه اراوخو وخرج يامال؟ كان يدير ذاك المدافع ديال باريس وكان عليه يخرج ديونغ اللي كان ثقيل بزاف في الوسط. المهم هل اخطاء تشافي؟ لا هو تشافي اختيارات. شوف شي تشافي
ما اي واي مدرب ما بغيش ليه هذيك الطرد في ديك الوقيته مع باريس سان جيرمان وفي الشامبيونز ليغ. يمكن في بطوله تقدر تعالج, ما كانش يقدر يزعم مع سيفي الاعصاب ديالو ماشي لا ما كيدوش على الاعصاب دابا كيدوي على التغيير اللي دار. لا لا دابا من قلتي زعما ما بغيتيش ليه داك الطرد ديك لا ما يبغيش ليه داك الطرد ديال ماشي ليه هو اللاعب ديالو ما اي واحد ما يبغيهاش. وليتي ناقص من العدد وماشي بطوله عاديه تشامبيونز ليغ مع فريق اللي هو كلشي هذه عوامل ما تقدرش تحكم عليها. كاين شي متصل بان لي وقيله بدر الدين ياك من فرانكفورت. بدر الدين من فرانكفورت, مرحبا سي بدر. الو السلام عليكم. اهلا وسهلا. منير عيد مبارك سعيد علينا وعليك سي بدر. الله يبارك فيك. تبارك الله عليك خويا. وتنتمنوا لك حجه مباركه سعيده. امين اخويا. بارك الله فيك. بارك الله فيك. بارك الله فيك. بغينا لك الصحه ان شاء الله وتمشي الوداد ان شاء الله. الجزاء ديالك مزيانه وتدعي مع الوداد. الله يبارك فيك. راه الدعوه ديالك هي اللي غتفكنا ان شاء الله باش نكونوا العام الجاي ان شاء الله مزيان. الله ودي الله السي بدر الدين. لا لا ايمان سمحي لي انا ما لا لا ماشي مشكل. تحيه لك سي بدر الدين. نورمال خاص نورمال خاصنا نديروا ديك لا فوالا لي فام دابور في الدومين ديال الرياضه ما كاينش هاد القضيه. لي فام دابور داكشي اللي كاين السي فخر الدين. المهم سمحوا لي انا علاش درت بعد المكالمه هذه حيتاش دابا نشوف سيمونير دابا يقدر يكون هو رجعوي ولا ودادي ياك ماشي مشكل نهائي. هذاك تبقى الحب ديالو كلشي ياك, ولكن حاجه اللي ضراتنا لا لا هناك الله من هذا الشيء غاكون هاني والله العظيم. اشنو هو اللي ضرك؟ الحاجه اللي ضراته حنا بالحب ديالنا ليك حنا كوداديين حيتاش كنا ديما مع سي فخر الدين وانت عزيز عليه وداك الشيء يعني عزيز علينا كاملين اوتوماتيك ياك. اها لا لا حيا حيدات اوتوماتيك حيدا ايوا هذيك ضروري هذيك دابا تاع الاحترام انوريك. دابا انت يوميا مع واحد الاسطوره ديالنا راه ضروري حنا نلقاو مع الصباح تنصنتو ليك وبنا ما تنصنت ليه يوميا راه تنحبو. مرحبا بك الله يكبر ويك. المهم حاجه اللي ما عجبتناش البارح كنت في واحد المنبر رجاوي وداك المقطع. بلاتي 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 هنا غنحبس معاك النقاش لانك اصلا عطيتي واحد الحكم ديال ان المنبر اللي كنت انا فيه ضيف انه منبر رجاوي. ف انتي غتعطي الا كنتي غتدخل معايا في نقاش بحال هكا راه ما غنكملش معاك انايا حيت النقاش بدي غلط من الاول. اوكي حيت بديتيها مع الاحترامات ليك وكنبغيوك, ولكن كنتي لا من حقي نكون فين ما بغيت وماشي من حقك انك تسقط على واحد المنبر انه رجاوي. هذاك منبر اعلامي محترم. ايوه ولكن انا نفهمك اخويا واش هذا المنبر اللي حنا فيه منبر ودادي؟ داك المنبر انا كنت نقول بلا عندهم مصداقيه من نهار داك المقدم ديال البرنامج. ايه اش قال لهم؟ عرفتي اش قال لهم في الشامبيونز ليغ؟ اش قال؟ فينال قال لهم انا كرجاوي ما نبغيش الوداد ديال الشامبيونز ليغ. وعرفتي شنو هو؟ تيبين واحد هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. شنو غنقول لك؟ اي واحد البارح اي واحد شاف بالله شنو عيني عرفتي كيفاش خرجوا تقول لهم هادشي راه اشاعه وهما بغا يديروا راه الوداد تبقى كبيره وربي سبحانه وتعالى ملي تكون كبير تكبر. سي بدر الدين, سي بدر الدين المجتمع انا شوف كنتصنتوا حنا كاع ما عارفين المشكل ديال سي بدر الدين انه كان كيحترمني قال لي كنحترمك وكنبغيك ولكن ملي دزتي في منبر رجعو ما بقيناش كنحترم خويا. الا كان الاحترام مبني غير على هذا سي بدر الدين ودابا خوارك انا دابا كنتصنت ما عارفش كاع اش واقع. دابا هو ما فيها سي فخر الدين منير دابا حكى ما بغيتش نقولوا حنا ما نقولوش رجعوا كان في واحد المنبر والناس ديال دوك ديال دوك المنبر هما اصلا حاجه اللي ما فهمش حاجه اللي ما فهمش انا. هذاك رايك فيه هما بدر؟ ها انا ما قلتلكش انت قلتيش حاجه هذاك لا هذاك رايك انا غير بغيت نستبق هادشي اللي كاع غير اللي غتقول هذاك رايك فيهم. السي بدر الدين شغلك هذاك السي بدر الدين انا غادي خليني نوقف الوسط سير فخر الدين ما بينك وما بين منير. انا ابغى حتني انا ما غاديش واخا انا ما انا ما عارفش هذا الشيء وما هذا الله يرضي عليك من خلال الكلام ديالك انا عرفتك واحد يمكن انت تستضفك شي قناه ديال الاهلي ولا الزمالك ولا هذا بحكم انت دابا ودادي وهذا فهمتي ما عمرك ما غادي تكون انت الا كنت رياضي اصلا ومتفتح السي بدر الدين وتبارك الله عليك. فين عام فرانكفورت والله اقسم لك بالله واش بغيتي؟ دابا ولات 100 واحد وداديين. اصلتي انت دابا في فرانكفورت تبارك الله في واحد المدينه المانيه اللي هادشي مومايا هذوك ما كاين عاد غريين ما كاينش تبارك الله على المعقول. انت ما انت انا بالنسبه لي والله العظيم اسمح لي سي بدر الدين نخليك دائما تبقى متفتح. انت عجبك شي برنامج وكتصنت ليه الحكم مسبقا كيكون دائما على واحد خرجات اعلاميه ولا شي واحد كينطق كي ولا كيدير كتخلي الراي هنايا وكيبقى الراي ديالك هنا. انا يمكن منين عيطتي لمنير
وقلت لي انت حيت دزتي هنا غادي غنوليو ندير واحد القضيه غدا عيط لك شي منبر اعلامي وتمشي عنده بحكم يكون هذاك خينا كيبغي واحد الفريق من البطونه. احنا ما نبقاوش دائما نقولوا الوداد والرجاء نبعدوا شويه هذاك تيبغي الجيش ولا تيبغي طنجه ولا ما غاديش ندير حكم مسبق خويا. نعطي واحد التشبيهه فخر الدين دابا السي بدر الدين فرانكفورت غي يتلاقى معك شي صديق تما فرانكفورت يقول لك خويا بدر راه كنحتارمك انا كتعجبني كذا ولكن دزتي فواحد المنبر فيه فخر الدين الودادي ولهذا انا ما غاديش راه بحال هكا راه نفس القياس درتي. انا سيموني اسمعني انا خليتكم دوش كنت باش ما خاطركم مرحبا بك دابا انت دابا القضيه وما فيها سيمونير انا ماشي قلت لك حيتاش انت علاش مشيتي لذاك البرنامج قلت لك انت كشاهد عيان انا هادشي اللي فهمت هادشي اللي فهمت هادشي اللي قلتي دابا هو اللي فهمت واقيلا حداش العربيه عندي شويه دابا ما جيتش المغرب شي 14 سنه داكشي علاش عندي العربيه شويه لا ما عندك والو تبارك الله كنت كثير مزيان انا هو هذاك السي بدر الدين عندك العربيه اكثر من العربيه المهم نحاول نوصل لك داكشي اللي نقدر نوصل لك نقدر واقيلا ما فهمتيني شي حاجه انا بديك الطريقه باش دويت ولكن السيمونير كشاهد عيان راه شتي هذاك المنبر دابا ملي سمع المغرب كامل تيقولوا بلا الشامبيونز ليغ غتولي بلاصه دابا بلاتي دابا غتدخل معايا في التقييم ديال المنبر انا ما غاديش ندير تقييم المنابر الله يرحم والديك علاش انا هذه حاجه انوريك انا حاجه اللي تضرني انا في داكشي كلشي هو مول المنبر وسير قولها ليهم وسير قولها ليهم وبدر الدين اتصل صاحبي بهم وقولها ليهم قول لهم هذا الشيء علاش اقسم لك بالله كون داكشي دخل في الفيفا اقسم لك بالله تمشي لسويسرا غدا سير لسويسرا سير صاحبك لسويسرا نقول لك اللي كان بحال هذوك الدعوه عند فيفا ديريك سير سويسرا بدر الدين الله يهديك الله يهديك بدر الدين وي انورك دابا داك المنخرط انورك دابا داك المنخرط من المنبر ياك اييه اللي دار داك الشيء اعتمد بلاتي بلاتي مول واش مول المنبر مول المنبر منخرط في الوداد هو تيدير برا واش كتعرف ان مول المنبر كان عضو المكتب المديري مع سعيد الناصري ولا لا؟ راه هذا الشيء تنقول لك واش كتقول لي؟ وكتقول لي من برا جاوي دابا امين بحال واحد العام كانوا شي اصدقاء اسمح لي بحال واحد دابا شتي دخلتيني صحه بديت غنبدا نهضر على منبر اخر الله يرحم والديك خلينا انا مزوق فيك هما ما تيعالجوش انوريك السي منير فخر الدين دوي اخويا لسان شريف ياك والله اقسم لك بالله كنت بدر الدين خبر تا فيك هادشي بدر الدين ما كنسلك شي خبر كاع فيك هادشي انا بدر الدين انا كنتفارق معاك هنا ايمن وراه كل واحد اخويا الله يجازيك بخير سي بدر اللي عندك شي فكره على كره القدم شي حاجه عطينا وقال الفكره ديالو هذا الفكره اللي عندي هي هذيك انا ودادي الحمد لله مده ديال مرحبا بك مرحبا بك الحوايج هادو ديال انهم تيجي واحد منخرط في الوداد دار برنامج الرجاوي لا حول ولا قوه الا بالله ما تدويش على بودريقه ما تدويش عليه لا 4 سي بدر الدين تحياتي اخويا شكرا تحياتي و لا هو دابا صبرنا تعينا صح لا ما 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 الكونسيبت دابا ديال سميتو ما تقبلوش ما كاين مشكل ما كاين مشكل مع العلم انا قلت لبدر الدين يكون شويه ماشي مشكل الراي يناقش منير وداز لا لا الراي يناقش ولكن شي حاجه اللي غتفوت بعض الخطوط انا اسمح لي بدر الدين راه ما انا ما انا اضطريت باش نودع تا هو مسكين كاين واحد العدد من الناس اللي غيسمعونا ما متفقينش معنا علاش يكدوك اللي كيقول لك راه البلاطو عندكم مصبوغ بالاحمر كتهضروا ديما على الوداد في هذه الاونه الاخيره اللي كانت فيها راه بزاف كاين شحال من واحد غيقول لك انا ما كنسمعكمش لان انا عندي واحد الانتماء وانتم كتهضروا على الوداد حقو هذاك الله يسهل الله يعاون ولكن ما تنوضش وتمشي عند اخر ضيف داز معنا مثلا شي واحد ويقول لي لا راه كنت كنحترمك ولكن دزتي مع داك المنبر اللي انا معتبره ودادي لا تختلف مع المنشط مع مول المنبر مع المحللين هذاك مساله عامه في وسائل الاعلام في المغرب راه ما يمكنش تتفق مع كل شيء علاش سميتو التعدد تعدد الاراء هو انك كتاخذ من هنا ما عجبكش هنا كتقلب لهنا وانت غادي كل واحد الافكار ديالو كتمشي عند سعيد بن قرير والله الا عطشني كاع ما عندك ما تشوف عليك اصاحبي ومن فرانكفورت اصاحبي هناك تيغا من هنا من عندنا من كازا وكان باغي يمشي لك كاع لسويسرا شكون معنا؟ سعيد من بن قرير سي سعيد من بن قرير مرحبا سعيد مرحبا شكرا السي منير الله يحفظك السي سعيد ولالا ايمان تحيه لك سي سعيد شكرا لك المهم الحسن الثاني الله يرحمه الله يرحمه رفض الراي الواحد اييه ملي شدينا الاستقلال عطانا الحريه في تكوين الاحزاب اييه من اجل اختلاف الاراء انا مغربي وغادي ندلي بالراي ديالي في الاذاعه الوطنيه مرحبا وحنا مغاربه من طنجه للقويره ومن وجده للصويره
وكيف ما كانت الفرق راه مغربية. أنا كنعترف بثلاثة الفرق، هذا الرأي ديالي. أيه. الجيش الملكي، الفتح الرباطي، اتحاد التوارقة، هادو على راسي وعينية رياضيا وإداريا. لأن هادو ما عندهمش مشكل في الأداء ديال اللعابة، ما كاينش هاد اللعاب ما تخلصش، هاد اللعاب ما جاش، هاد اللعاب ما مغديش، هادي أنا هي باش عاطي لهاد الناس الامتياز، هاد ثلاثة الفرق. أما المباقي خاص يعادوا فيها النظر، وخاصة في المنخرطين. ملي كتلقى الفرقة السي فخر الدين والسي منير ولا لا إيمان، فرقة قد الخلا عندها ميزانية ديال 4 مليار وعندها 15 منخرط، وكتستافد هي من المال العام، من المال ديال الجماعة الترابية، ديال مجلس العمالة، ديال الجهة، وديال الجامعة الملكية، زائد المستشارين، وعلى الأخير النتائج كتبقى ماشي هي هذيك. وإلى علمنا بأن ليتيج كما قال رئيس العصبة الوطنية راسين، وأولها وآخرها وهو الحكم اللي جذب مولودية وجدة ديال مليون ديال مليون. علاش؟ لأن الإدارة احتراماتي خاص يكونوا فيها ناس حريتية بالمعنى الكلمة، اللي كيعرفوا الجملة فين غادية والفعل، فين غادي والفاعل، باش نعرفوا لا درنا ربع سنين نعرفوا ربع سنين، ثلاث سنين ثلاث سنين، عامين عامين. وحنا اللي كيبينا هو سي هشام دقيق يدير لنا البطولة وشكرا. عرفتي صوت جميل وبحال كيحكي لك شي حكايه زوينه كتبقى تسمع ليها، افكار مرتبه. المهم الجيش الملكي، الفتح، اتحاد التوارقة، ليتيج، عطاك علاش سالك في الرباط، سالك في الرباط. لا هو هضر معك على ثلاثه ديال الفروق. يعني الاختيار انا بالنسبه لي مشى في لا لوجيك ديال الرياضه. اماره الرياني قال لك حرام على وادو. علاش حرام على وادو؟ ماشي حرام على محمد هوار رئيس ديال المولوديه؟ تسعود الملفات اللي عند وجده حاليا، لا نديرو لوكا ديال وادو. لا زعما اون جينيرال، يعني ماشي وادو بوحدو اللي واش اللي طلب حقه مشى بعيد، نعاتبوه علاش طلب حقه حرام عليه؟ ما عرفتش. انا دابا كنتسناو رد الفعل ديال محمد هوار الرئيس السابق للمولوديه، اللي كان قال انا اللي تيج ديال وادو انا اللي غنخلصو الا جا، ونشوفوا واش شان. عبد العزيز، سي عبد العزيز من العزيز الدار البيضاء. من الدار البيضاء، مرحبا سي عبد العزيز. الو، السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله اخويا عبد العزيز. عواشر مباركه وخرجت متاخره لك انت اخي العزيز، يا من كل عواشر. شكرا لك، شكرا لك خويا، تحيه لك. بغيت نقول لك السي فخر الدين هذاك السيد راكي كتقتلني بالضحك، نكذب عليك هذاك ما كرهتكمش نتوما توليو كتصلوا بي سي كمان. والله العظيم بالله خويا، بغيت ندوي معك واحد جوج مواضيع على الكرة القدم داخل قاعة المنتخب المغربي، وندوي معك على الأزمة ديال الوداد البيضاء. مرحبا. ندوي معك أولا على الأزمة ديال الوداد البيضاء. وهنا كيبان لك بأن مني كانت سير ديال الانفرادي ديال الرئيس الناصري، الوقت اللي وقعت لي الأزمة حنا شفنا الوداد فين، كلها كيلغي منها. إلا لاحظتي معايا هذه بغيت نقولها لك أنا، أن هنا كانت هذه هي النقطة اللي كونفيرمات لينا بأن السي الناصري كان يتخذ القرارات ديالو كانفرادي، لا في انتدابات ولا في اختيار المدربين ولا وقيلا حتى في اختيار البالون كان كيختاروه. على ما ظن ونكذب عليه، وراه بانت النتيجه. يعني ما عندنا ما نخبيو الشمس بالغربه. وبغيت ندوز معاك النقطه الثانيه هي ديال المنتخب الوطني داخل الفوتسال. صراحه هذا هو المنتخب هو اللي حبب وقيلا حبب فينا بان باش نشوفوا باش نحاول تحول حتى الجامعه ديال الفوتسال ولا الجامعه الكره المغربي باش تدعم الانديه، الانديه بحال الفرق الوداد، الرجاء، الجيش، يعني تخلق منهم دوك اللاعبين او لك انتدابات بحال كي كان ذاك القدم الذهبي، نديروا نحاولوا نديروا حتى في الكره القدم داخل الصاله. فهمتيني اخويا؟ عرفتها. انت بغيتي يكون هذا راه ماشي جامعه اللي كدير هذا الشيء. شكون خويا؟ حيت دابا المشكل هادو كاع انديه عندهم فروق، خاص الرؤساء يكون عندهم اهتمام بالكره المصغره. ولكن تفرض عليهم الجامعه وتعطيهم واحد الكيان. دابا اشاك فوا كت السي سميتو عبد العزيز. عبد العزيز خويا مرحبا. ملي غنبقاو دائما ندخلوا الجامعه في البطوله الوطنيه، ندخلوا الجامعه في راه خاص بعدا وغير تصنت يا سي عبد العزيز. انا باغي نطور الكره، ما كاين حتى شي مشكل، ولكن خاص هاد الانديه اللي هي دابا
قررت على انها دير فروق ديال الفوتسال على الاقل بعدا نبدا انا كفريق وكرئيس وكمسيرين يكون عندنا اهتمام. اتفق معك. ملي غيكون عندنا اهتمام ونحاولوا نتعذبوا معاهم ونقلبوا لهم على مستشهرين ونديروا هذا وتكون بطوله قويه كما كيقول منير دائما يمكن غنوصلوا لهذا المبتغى اللي قلتي انت. اذا الجامعه اش كيبقى لها؟ كيبقى لها واحد شويه ديال الجهد ديال الدعم ديال الدعم انا خصني نقلب ونشوف. ولكن انا ما يمكنش لي انا كجامعه نبدا نجي اشاك فوا نعمر لك انت الصندوق ولا نعطيك حيت حنا ماشي فرقه وحده هذه كاينه ولا جوج. دابا راه البطوله الوطنيه ولات تبارك الله المغرب كامل زائد البطوله ديال النسويه فهمتيني اش كتهضر على الفوتسال الفوتسال وما تنساش مسؤوليات عاوتاني ديال الجماعات والمجالس والقاعات بزاف ديال الحوايج. وبغيت ندوي معاك ندخل معاك في النقطه الثانيه ديال الفوتسال هي الاسلوب باش كيلعب المنتخب المغربي. صعيب صعيب باش جاري لان بانوا لي واحد جوج الفرق اللي بداو كيطبقوا الاسلوب ديال المنتخب المغربي كجماعه لان جوج المنتخبات كتلعب كانفراديه ومن ضمنهم المنتخب المصري اللي كيعتمد على القوه البدنيه. فاش كنا مع المنتخب الموريتاني راه كان منهزم 3-1 ياك اييه وديك ديك اللياقه البدنيه واللعب الفردي هي باش ينتصروا على المنتخب الموريتاني. ولكن ما يقدروش يطبقوا على المنتخب اللي كيلعب كوليكتيف يعني كيلعب جماعه بحال المنتخب المغربي. وشكون هما جوج فرق اللي بداو كيحاولوا يطوروا لا في لا في كره القدم ولا داخل الصال وهو المنتخب الانغولي والمنتخب الموريتاني. هاد الناس هاد جوج منتخبات ولا هاد بداو كيحاولوا يطبقوا داك الاسلوب ديال المنتخب المغربي اللعب الجماعي ولا خص يكون عندك بعدا سميتو تا لا كاليتي ديال لي جوور خصك توفر عليها. لاش مهمة المنتخب الموريتاني والانغولي بينوا على العلو الكعب ديالو هما جوج اللي يقدروا نقولوا يقدروا يدخلوا معاك يدخلوا مع المغرب نفس الاسلوب ولكن بالتقنيات يقدروا دائما داك الخوف كيبقى من المنتخب المغربي لان ملي كتدخل المقابله كتدخل باسم المنتخب المغربي كاس العالم دا جوج المرات متتاليه كاس افريقيا يعني كتبقى منه الاحتياط ولكن بحكم الاجتهاد ديالهم بداوا يقدروا يوصلوا الى بقاو دائما كيعتمدوا على هذا الاسلوب ديالهم يقدروا يوصلوا للمستوى ديال المنتخب المغربي. هذا الشيء اللي بغيت ندوي معكم. شكرا لك الله يحفظك. شكرا لك. نعم استاذ عبد العزيز هذاك البيت اللي ماركيتي في رمضان راه سجلته راه حيت كان عارف وكان وكان اصحابه ما شافوا حد لا قال ما شافوا حد. انا راه في عمري 54 معاهم ومتبع الوداد من ايامات انا ترينيت عند ترينيت في الاطوال عند سي توفيق وترينيت عند مجاهد وترينيت عند الحاق فهمتيني وكنت كنهرب من تيران الرجاء خويا كنت تيتلو كنمشي لتيران الوداد. علاش؟ حيت تيران الوداد فيه الغازو خضر وتيران الرجاء فيه الطرا. هادشي علاش حبيت الوداد البيضاوي. تحيه لك. ناخذ فاصل مستمعينا الكرام ونعود بعده لمواصله الحديث. نتوما اللي كتعطيو بلا حساب لعائلتكم شكون كيدير بحسابكم؟ حنا عند مصرف المغرب كنديرو بحساب اللي ما درتوش ليه الحساب. الجواب على سلف استهلاك ديالكم في ظرف ساعه. باش تستافدوا من هذا العرض تيليشارجيو لابليكاسيون ماي سي دي ام زوروا اقرب وكاله بنكيه ولا اتصلوا 3232. عند مصرف المغرب كنديرو بحساب اللي كيعطيو بلا حساب لعائلتهم. سي دي ام انتم اولويتنا. Saviez-vous qu'il est possible de gérer vos noms de domaine, sites internet et adresses mail chez Infomaniac? Vous payez le juste prix et les données de votre entreprise restent au cœur de l'Europe. Infomaniac, le cloud éthique. Plus d'informations sur infomaniac.com. 39-21. البطولة مع منير أوبري فخر الدين رجحي وإيمان بوليد من الوحدة الثلاثة ديال العشية على شادا إفام. أنتم دائما في الاستماع لبرنامج البطولة على شادا إفام وصعيب في الفاصل تأخذ تأكل شي حاجة وترجع عند الناس وباقي باقي عندك المذاق. الله يخلف على الحاج. الله يخلف على تحية لفخر الدين. الجيش والفتح وتوارقه ممولين من صندوق الدولة وأخويا هذا الشيء راه عادي. الجيش من المؤسسة العسكرية الفتح من الشركات الكبرى اللي شدها تحت ورقة كذلك نفس السيد اللي اتصل بنا كيهضر على النمط ديال التسيير لأن الأرقام راه واخا ممولين راه ما كتلقاش ديك الأرقام الفوضى. ها تلقى الفوضى فين ملي كتكون ممول
كتقدر انت دير الفوضى كمسير ديال داك الشركه ولا ديال الفريق. الا كنتي انت فيك الفوضى فوالا اش قلت لك انايا. اذا هادو راه كيمشيو ماشي بشي حاجه كبيره ولكن غاديين بواحد نمط. حيت راه هادي اللي ما نفهمش مع واحد العدد ديال الاصدقاء كيقول لك لا راه الا كنتي كتمول من الدوله ماشي بحال راه كنتمول من الدوله ولكن ما عنديش دوك الارقام اللي عندك انت مثلا في كازا لي كونطرا ديال 300 و400 و700 ما كاينينش تما. ما كاينينش هضري في حين هنا راك شتي العجب اللي كاين في مدينه الدار البيضاء. شكون عند السي عبد الرحيم في اسفي؟ السي عبد الرحيم من اسفي. مرحبا السي عبد الرحيم. السلام عليكم دير ابو منير بخير. الله يحفظك اخويا عبد الرحيم مرحبا. الله يحفظك. تحيه لك وتحيه للسي فخر الدين وتحيه لاختي ايمان. ايمان الله يبارك فيك السي عبد الرحيم. شحال من وصلت من ابي دخلني الناس ولا كنصوري راه 160 ولا 170 ومزيان اسيدي والله الا انت دابا 171 انت شديتي. مرحبا 171 مرحبا بك السي. وانا نهضر معك بونير على هذاك واحد شفت النقيطات ولا ما ربع ولا ما شحال. سير 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 درت تعسس انا باللي راه خدام عساس باللي راه باقي مقلوب بالعاس. هاك والله يسهل عليك. هذا على السوبر ليغ والعصبه. أيه. على زعما دابا بغيت نعرف انا الاتحاد الافريقي ولا هذه البطوله عندنا حنا قديما كانوا عندهم منافسه زوينه دابا بحال الكاس كان عندنا عصبه الابطال وكان عندنا كاس الكؤوس وكان عندنا الاتحاد الافريقي. أيه. كاس الكؤوس يردوا كاس الاتحاد الاقتصاد الافريقي ولا كاس المؤتمر الافريقي ولا القاره الافريقيه المهم يديروا كاس اخر ثالث باش الفرقي نقولوا مثلا في المغرب الاولى وجاو يلعبوا العصبه والثالثه كدير كاس العرش والثالثه كيلعبوا الاتحاد الافريقي والخامسه كيلعبوا كاس الاقتصاد ولا كاس الكؤوس الافريقيه. المهم شي كاس افريقيه باش تزاد لا كومبيتيسيون باش الفرقي يبانوا وتولي المنافسه زوينه. مجرد شوف مسيد واش كيسمع لينا ولا ما كيسمعش لينا. لا يسمعك يسمعك يسمعك. ندور معك البطوله الوطنيه كانت عندنا بكري سيدي كانت عندنا الفرق مزيانه وكانت عندنا المقابلات ديال البراج كانت عندنا الثالثه والرابعه وال14 و15 كيلعبوا البراج. ايوه كانت كان شحال من الفرقه الثالثه والرابعه كيتعذبوا وكيتكرسوا في الاخر ما هذاك المقابله ديال البراج كتنقولوا كيستافدوا منها ولا بحال قلتي كيديروا داك المجهودات ما كتمشيش السودان. خاص البراج يرجع لينا غير رجع العام الجاي. العام الجاي غير رجع راه طولوا ولا من 2017 من برصه الاذاعات هاد البراج كان بغى يردوا لينا. كنا كنتفرجوا ايام زمان كان البراج نعم سيدي باش الفراقي وراها هو العام الجاي غير رجع راه صادقوا عليه في الجمع العام صافي راه داز. الفراقي اللي كيربحوا مثلا تربحتيني وربحتيني وربحتي في الاخر تولي ديك الفرقه مثلا كتولي داخل بالفريق الثاني ولا كتولي ما بقيتيش فهمتي المناسبه المنافسه ما بقاش 100%. وكنتمناو يردوا لينا في سميتو في يديروا لنا السوبر داك السوبر الافريقي ويديروا لنا كاس العصبه الاحترافيه والدقيق وكنتمنى الدقيق انا الدقيق والدقيق ابو منير واش اللي بغى يدرب شي فرقه داخل الملعب حيد من داخل الصاله داخل الملعب يدرب ولا ما يدربهاش راه فايد يدرب نادي القنيطري هو مزيان سيدي الله العظيم انا كنت رئيس الجامعه نعطي المنتخب الوطني لكره القدم داخل لا خويا خليه غير داخل القاعه خويا راه حنا حنا خويا حامدين الله على داخل القاعه ورا داخل القاعه راه بغينا حتى داخل الملعب راه داخل الملعب خاصنا ندو كيسان ان شاء الله الله يحفظك. شكرا لك الله يحفظك عبد الرحيم. دوار الصعاد لا ياك ان شاء الله تخرج من البياج تحطك الكار تخرج من لوطور تخلص لوطور كنعرف كنعرف الصعاد لا والصعاد راه حدا البير عندنا البير ديال البرتغال وعندنا المدرسه تمايا وحنا الخيمه راه هي قول لهم عالم العلماء عبد الرحيم الصعاد لا شي قصريه ديال الكسكس الله يرحم الوالدين عالم العلماء الله يحفظك اخو عبد الرحيم تحيه ليك عيطت الازهر مرحبا شكرا كيتسني الرفيسه راه باقي الرفيسه عاقله على الحال شكون هو؟ وفخر الدين نعم خويا وراه كتسني الرفيسه راه كدير معاك عاب شويه عليك عاب شويه عليك عاب شويه عليك شوف عاب شويه عليك اخويا ومرحبا تهضروا على فرق الدوله وكتهربوا بحال اييه اييه سيدي كتهربوا بحال ديما كتبص على الجيش راه عطيني انا تمويل ديال فرق الرباط وفرض عليا تسير احترافي الشريف عنده الحق تسير احترافي هنا في كازا باقي بعيد الله واخا تجيب مال قارون ودازت فرص ودازت مراحل محطات تاريخيه اللي كان فيها المال هنايا في الدار البيضاء كنهضر عليهم بجوجه والتسيير لم يكن احترافيا والدليل ان الفريقين دائما عايشين الازمات صافي نمشيو على السي عبد الوهاب لاكادير واش تقول لي هربتي ولا ما هربتيش راه الواقع هذا انا الفرق تسير باموال ديال المؤسسات ديال الدوليه ولكن كاين الحساب الريال تعرف واحد القضيه دابا ما بغيتش كان واحد وقيته لمريس غيسيني في الوداد زوينه القصه هذه
كان البياس هو كان جا تما المريس من الجيش الملكي من الجيش الملكي كان غادي يشوف وما بحكم يعني كيف كنقولوا حنا العمال وبحكم بزاف ديال الحويجات باش يدوا شي حويجات نعطيهم لهاد الناس اللي كيستمعوا لينا لي سالير ديالهم ولي بريم ديالهم ما كيتوازوش ديك الساعه واخا ديك الساعه كانوا حنا قلال عندنا في الدار البيضاء باقي ما وصلينهمش ما كاينش شي اما كون جاوا دابا ويسمعوا داكشي اللي كاين هنا وكاين هنا راه يتخلعوا راه دابا كاين فوارق وها هما تيمومي وما ادراك ما تيمومي دحال غريسي عدد كبير من اللاعبين اللي في لا سيليكسيون وداكشي نعطيها واحد المثال اللي كيتقاداو لا ابلاتي كانوا كيتقاداو اجور وحتى داكشي عادي واكثر من عادي انا قلتيها معايا راه تعطي الفلوس انت اللي كتقول لي كتهربوا داكشي نعطيك انا كاع راس هذا الفريق اللي هو الجيش الملكي يلا المؤسسه سيدي العسكريه خذ لعاب واحد اللي هو هذاك لو جون امين زحزوح خذ بحال هذاك البروفيل شحال باش كنغيسيني هنا في الدار البيضاء سي فري بالصحه وسير سول سير سول شحال باش ولاد سي عبد الوهاب واحد الوقيت مسكين من اكادير تفضل سي عبد الوهاب من اكادير انا السلام عليكم مرحبا سي عبد الوهاب اهلا وسهلا وكدير السي فخر الدين لاباس عليك الله يبارك فيك وكدير السي نور الدين سي منير مرحبا الله بخير اخويا انا بنتكلم معاكم غير واحد العام ما سلمتيش على ايمان ودي صافي مع نور الدين ايمان ايمان وكدير ايمان لاباس عليك الله يلح الحمد لله الله يبارك فيك انا كيت انا كيت انا كيت حبر لي ايمان كاع ما كاين تما ما لا كاينه 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 غير كانت مشغوله كانت مشغوله هذا هو المشكل دابا سي منير هو سي فخر الدين الرجحي واحد العام كانت حسنيت اكادير مع الرجاء مع الرجاء البيضاوي فين في كانوا كيلعبين مع الرجاء كانت الرجاء البيضاوي لاعبين مع حسنيت اكادير واحد العام اييه والمهم اخويا كنسمع انا واحد الكلام واحد الكلام جارح وتشاؤمي واحد الكلام ساقط من طرف الجمهور الحسني ديال اكادير وكيعايروا العرب كيقولوا واه بلاتي 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 هذا هذا سي عبد الوهاب هذا سي عبد الوهاب امتى كان وقع هذا الشيء امتى كان وقع اخويا نقول لك قريب شي 12 عام هذه ياك واهضر معنا اخويا في 2024 نخلي داك الشيء راه في 12 عام باقي يمكن انا واقيلا كاع سي عبد الوهاب خليها سي عبد الوهاب دابا الكلام الجريح هو اللي كيبقى فيه الكلام الجريح الله يرحم الوالدين سي عبد الوهاب اعطينا شي فكره ديال دابا سي عبد الوهاب نعم سيدي مرحبا بك شو دابا انت دابا خاص الشغاب يحيدوا من الملاعب والسب والشتم اللي كيتعرض ليه الانسان خاصو يتلغى زعما السب والشتم بمختلف لهجاته بمختلف لهجاته خاصو يتلغى من الملاعب متفق معك وكنشكركم الله يحفظكم الله يبارك فيكم الله يحفظك سي عبد الوهاب شكرا مسكين الله يرجع بينا 12 عام لا هو لا هو كان نكون رجع كان يدخل معك من خلال الكلام ديالو كان يدخل في شي حوايج اللي هما شويه فهمتيني غادي ندخلوها في ما فهم لا يعني نقول له في هذاك الشيء ديال هي راك عارف وما شي ماشي حتى ديال البارح ولا شي حادث 12 عام صافي عام دابا الحمد لله راه جيل اخر اللي كان 12 عام جيل اخر 12 عام راه ما ساهلش امونيال واش الجمهور اللي كان كيتفرج فيك في 2012 ل 2011 كمدرب واش هو اللي كاين دابا لا لا ما كنضلش ما كنضلش ما كنضلش هو دابا خسر بعض القضيه مون حتى الملاعب كان داكشي ديال القرب انا نعطيك واحد القضيه بطوله ملعوبه في ملاعب اللي هي قريبه بحال دابا ملي كتمشي ملعب حسن الثاني فاس انت حاضر ليه وكتشوف كيفاش داير حضرت ليه الجمهور فيه كيكون حداك قريب واخا كندوزو سيدي قاسم هذاك ما حضرتش ليه العاقل العلام العاقل العلام هو صغير ملعب كيهز 10000 8000 كنمشيو لطنجة مرشان ملعب مرشان انا غنعطيك انا كنعطيك دابا الملاعب اللي كانوا كيدوروا كدور فيها البطوله وبلاعبين اللي هما كندوزو للسطات الشرافي السطات تمشيو للسطات حتى هي الملعب داير مكناس الشرافي في مكناس هاوي داير حتى هو داير انا غادي معاك نبقى غادي انا وياك غادي نلقاو بانه قنيطره اغلب قنيطره الحارتي فكرتني في قنيطره الحارتي وما ادراك ما الحارتي ديك الجماليه ديالو مراكش اذا هادو كلهم ملاعب كانت صغيره وكانت تجمع واحد 8000 ولا 10000 حاجه وحده اللي نقدروا نقولوا امتاز بها هذا الجمهور هو داك ما كانش شي شغاب اللي هو واش فهمتي كانت الناس كتجلس وكتفرج كتلقى دابا الكوكاب مع الوداد ولا كانوا الناس بعقلهم جمهور الوداد كتلقاه كيمشي السبت كاين هذا الجانب شويه لا حتى بحال دابا ديك الساعه كان بحال دابا جمهور الوداد كتلقاه السبت مشى زوينه مدينه سياحيه كتلقاهم كيدوزوا فوالا جمهور الرجاء مع يعني ما كانش هاد الاصطدام وصلت اليوم على ان الناس ديال المسؤولين كيمنعوا التنقل
تخوفا من الاصطدامات. ملي كتسولهم تيقول لك ودي انا ما قادش على ان المواطن ما بيه ما عليه جالس واحد لقيته غادي يتزعزع داك الاستقرار والامان وباش نختم معكم هذا الشيء اللي كيتحمل فيه المسؤوليه وكنا جبناه في الاول شي صفحات ديال بعض الانديه سامحها الله والمشرفين عليها سامحهم الله ما حدث قبل الكلاسيكو ديال اتحاد طنجة والمغرب التطواني ديال داك الشيء اللي كان في الصفحات بدون جمهور رغم انه كان بدون جمهور راه بس اش كتقول بالسيف السلطات كتقول لك حبس عليا ما تجيش ديال الجمهور من الاول كانوا شي حوايج اللي ربما غدا ولا كان صاحب الصفحه مثلا نقولوا ماشي بعقله المسير خصو يكون بعقله كاين واحد البلاغ ديال المغرب التطواني حتى هو على اين. شكرا لك فخر الدين. تحيه لك منير ايمان. شكرا ايمان والسعدادي وجميع المتدخنين نتلاقاو معهم ان شاء الله غدا بحول الله حلقه يوم الخميس. شكرا لعبد الهادي اللي كان معنا في اخراج حلقه اليوم. الى اللقاء.